تمام يا باشمهندس، احنا لايف. اوكي انا معاك. تمام، اتفضل. بص، هو اوكي ازيكم؟ محمود عبد ربه معاكم في ثالث محاضرة النهاردة. اليوم أسئلة أنتوا بعتوها وإن شاء الله هنرد عليها، ولو في حتى أسئلة تانية ممكن تتبعت، ولو الوقت كفى إن شاء الله ممكن محمد كمان يقدر يقول لي عليها. المرة اللي فاتت إحنا كنا بنتكلم شوية بعيد عن السوق وبعيد عن حاجات، وطلبت حتى إن الأسئلة تكون ليها علاقة بالمحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت. في أسئلة كان ليها علاقة بيه وفي أسئلة مش، وأتمنى إنه يكون في برضه فايدة النهاردة، وهنبدأ بإذن الله يعني. أول حاجة هي ما كانتش سؤال، هو كان حد بيقول يعني إن المحاضرات كانت كويسة وإن هو استفاد منها، فدي حاجة حلوة، أنا بشكرك جدا جدا وأتمنى يكون فعلا دي حاجة حقيقية إن شاء الله. في سؤال بيقول ساعات بحس اني بعمل ديزاين لحاجه من غير ما يكون عندي كونسبت ماشي عليه، وبحس اني مطلع فيه شغل كويس مش وحش، هل ده عادي ولا الزم نفسي كونسبت ومبادئ واطور نفسي فيها في التصميم، مع اني لو التزمت بكونسبت باخد وقت اكبر بكتير عن اي ديزاين بعمله من غير كونسبت. طيب احنا اتكلمنا في المحاضره اللي قبل اللي فاتت عن الديزاين بروسيس، وكنا بنتكلم فيها عن الكونسبت من الناحيه اللي ليها علاقه بالسيتويشن اللي بشوفه في البروجكت، البريف اللي باخده من الكلاينت، لو انا ممكن اعمل ماركت ريسيرش وبناء عليه بطلع فكره. قلنا ان الفكره ساعتها تحديدا كان الهدف منها ان هي تكون something creative solution for a problem، ان انا احل مشكله او بيتحل المشكله اللي هو حل الوظيفه تحديدا. فلو انا بحل مشروع سكني تجاري ايا كان، في وظائف معينه محتاجه تتحقق، فمن المنطقي جدا انه الكونسبت اللي انا ببقى بفكر فيه هو لحل الوظيفه. قد يكون واعتقد في المحاضره الاولانيه خالص برضو كنا اتكلمنا، او انا شخصيا جاوبت على سؤال قلت فيه ان ممكن اعظم كونسبت واعظم كرييتيف ايديا اوصلها ان انا اخلي السوليوشنز سهله جدا باوفر طريقه واسهل طريقه وارخص تكلفه اذا امكن. وبالتالي انا لو عندي مشروع محتاج احل له الفانكشن، فالكونسبت هو الفكره اللي مطلوب ان هي تحل الفانكشن دي بالايزيست واي، وممكن تكون فيها something creative، حاجه انا بخترعها to upgrade اللايف ستايل او to upgrade الستيت. دي في الحاله اللي فيها فانكشنز جدا. بتاعت المره اللي فاتت احنا ما كناش بنتكلم على مستوى الوظيفه في المقام الاول قد ما كنا بنتكلم على الجزء الارتستيك اللي بيعبر عن الديزاين. وكان في مثال الاولاني بتاع المقارنه، وفي سؤال جه عن المقارنه برضه هنرد عليه كمان شويه. المقارنه تحديدا كان الموضوع كله تجربه فنيه، تجربه ارتستيك، بنشوف ده ممكن يطلع ارت بيسز عامله ازاي. في الكيس بتاعت الكرسي كان في فانكشن الكرسي التزمنا فيها بالوظيفه بتاعته كابعاد وكنسب للظهر والكلام ده كله، لكن في الاخر كان هنا طاغي الجزء الارتستيك. فلو انا بشتغل على حاجه الوظيفه فيها عامل مهم جدا جدا جدا، طبيعي ان انا الكونسبت ممكن يكون في بعد ارتستيك، لكن الهدف ان انا احل الوظيفه الاول. وبالتالي لو انا بعمل مشروع في ديزاين مش شرط ان هو يكون له الكونسبت الفلسفي الميتافيزيقي المنبعث من اللاوعي الجمعي المخترق للانبثاق الزمني عند الناس، الكلام المدلس ده مش لازم خالص، لا انا ممكن يبقى الكونسبت بتاعي ان انا بحل الفانكشن وده هدف الاساسي او المقام الاساسي عندي. عشان كده احنا قلنا الفانكشن هي جزء مهم. احنا حاطين الكونسبت في المرحله الاولانيه عشان خاطر لو انا جات لي فكره ممكن تخليني ابقى في الحته دي بعيد عن الارض، فالدراسات بتاعت الفانكشنز والفورم اللي طلعت التطبيق بتاعها تقربني شويه من الارض. وبالتالي انا لو عندي مثلا مشروع بقى هنا له طبيعه فنيه، بعمل ديزاين لبافيليون،
او بعمل ديزاين ل اوبجكت حيطه كامله في معرض في متحف، بعمل ديزاين لمتحف نفسه اصلا شخصيا، او عندي حتى فراغ سكني عندي في كورنر محتاج اعبر في الحته دي، بس لازم ابقى بفكر في ده او الزم نفسي بده. لكن ان انا ابقى بشتغل وانا مصر ان انا كل حاجه اخلق لها كونسبت فلسفي، مش حاجه منطقيه خالص في الوظائف. وبعتقد ان احنا في المحاضره الاولانيه المشاريع اللي كنا بنشرحها كان مينلي الكونسبت الاساسي عندنا له علاقه بالوظائف، ثلاثه الالوان، المود العام اللي هنتحرك فيه او الثيم او الستايل او يعني متابر المراحل بتاعه الثلاثه دول مع بعض اللي جم بالتدريج انا اسف. ف ده كان الجزء المهم المين اللي بيحدد بعد كده المشروع هيروح فين. وعشان كده كنا بنقول يبقى في كي وورد بتعبر عن الحلول البريف او اللي انا استنتجته من البريف بتاع الكوبري. واتمنى اكون جاوبت على السؤال ده بطريقه لطيفه. السؤال الثاني بره الموضوع خالص، انا بحاول ابقى انسان طبيعي وليا حياتي الاجتماعيه وهواياتي بجانب الكليه، بس ده خلى تقديري مقبول، فهل ده هيأثر كتير وانا بدور على شغل بعد التخرج؟ لو ايوه فاصلح الوضع ازاي دلوقتي؟ طيب خلينا متفقين انه مبدئيا على مستوى السوق بنحتاج ان احنا نكون شهاده التخرج بتاعتنا بتقول ان تقدير على الاقل كويس. فدي اول نقطه. ثاني نقطه، انت ممكن كشخص تكون فعليا عايز تبقى شخص شاطر ومتفوق في الحته دي، وخلينا برضو نبقى عارفين ان جزء من النقطه جزء وليس كل من التقييم ده الشخصي لنفسي له علاقه بالدرجات، له علاقه بالتقدير اللي انا بعمله او بوصله يعني في الكليه. ف ده نقطة مهمة شوية أو ممكن تكون مهمة بالنسبة للناس. فكرة إن أنا تقديري إيه لما بتخرج أحيانا بيبقى عليها عامل في مكاتب وأحيانا مش هي الجزء الأساسي. انا شخصيا لما اتخرجت واشتغلت في مكاتب كتير قبل ما ابدا افتح ماي اون بزنس، انا ما اعتقدش ان انا في اي مكتب فيهم كان طلبوا حتى شهاده التخرج التي تثبت ان انا درست في كليه فن. يمكن كان مع الترينيز اللي اتمرنت فيها وانا في الكليه وشويه برايفت بروجكت كده كانت تشكيله صغير جدا وكانت تجارب تافهه يعني، بس في الاخر كنت بشتغل من سنه ثالثه خلت في بورتفوليو مبدئي بيتعرض يعني. فالمؤسسات هي اللي بيفرق معاها ده ورقيا، واعتقد الاتش ار سيستمز احيانا بيعمل ده، بس لو انت شاطر دي نقطه بيتم التغاضي عنها شويه. في الحته بقى بتاعت حياتي الاجتماعيه والكليه مبدئيا لازم نتعلم نقطتين. اولا هنفترض ان انت عايز تبقى حد شاطر جدا، وهنفترض ان انت كمان عايز تبقى حد في السوق بعد كده في الشغل شاطر جدا. من المنظمه تنظم، بمعنى انه الطريقه اللي هتنظم بيها وقتك في الكليه هي اللي هتقدر تنظم بيها وقتك بعد كده بره الكليه. يعني لو انت بتشتغل بس مفيش اي حاجه اجتماعيه موجوده وانت في الكليه وطلعت شخص عايز تعمل برضه في الاخر انت هتخسر حياتك الاجتماعيه في الفوق. ولو انت شخص بتحاول تكسب حياتك الاجتماعيه بس وعايز لما تتنقل للمرحله برضه انك تشتغل تبقى بتكسب حياتك الاجتماعيه، فده هيخليك بتشتغل ممكن معدل متوسط ومعدل طبيعي او اقل من الطبيعي شويه. انت في الاخر اولا لازم تقرر ازاي تنظم ده. فمن المنطقي ان انت بيبقى عندك مواعيد تسليمات وايام معينه انت عارف هتسلم فيها ايه، وان انت لازم قبلها بتشتغل على البروجكت او التسليمه او الاساينمنت اللي هتسلمه ثاني يوم. بتبقى عارف ان مثلا فور اكزامبل يوم الاحد انا عندي رسومات تنفيذيه، يوم الاثنين انا عندي تسليم مشروع ديزاين، يوم الاربعاء بيبقى عندنا تسليم بحث مش عارف ايه. طبيعي انك عارف انك بقى الكلام ده يا اما متجمع في الجروب اللي بتشتغلوا عليه بحث جماعي او الجروب بروجكت يعني، او الفردي هتعمله في البيت. فبناء عليه مش منطقي انك تروح في الايام دي. حاول تستفيد من فكره الويك اند ان انت تشتغل 5 ايام في الاسبوع او 6 ايام والويك اند توفر. طبعا ده بيبقى صعب، وطبعا احنا عارفين ده صعب جدا. ف النقطة الثانية في الشغل نفس الكلام، حاول ان انت لما تتخرج وتشتغل تشتغل الويك دايز بتاعتك
ابعد واهرب تماما عن انك تشتغل في الويك اند، لان دي مش حاجه لطيفه. انا بقى نصيحتي الشخصيه كمان اللي هتكلم فيها في البوينت دي، انا شخص ايام الكليه كنت خسران حياتي الاجتماعيه تماما. بعض اصدقائي يعني كانوا مقدرين القصه دي في الكليه، فكنا بنتقابل تقريبا مره كل اسبوعين، ساعتين مثلا 3 يوم جمعه او يوم خميس بالليل، لا اذا امكن، لان انا برجع الخميس خلصان. ولما اتخرجت واشتغلت كنت للاسف somehow ووركهوليك، ولا زلت للاسف، ودي مش حاجه كويسه جدا. ففي جزء كبير جدا من الحياه الاجتماعيه بكون بخسره. فنصيحتي حاول توازن، حاول تتعود ترتب وقتك. الالمان كمان عندهم ثيوري لطيفه جدا في الشغل، ما بيحبوش الاوفر تايم، بمعنى انه لو انت ما قدرتش تخلص التاسك المطلوب منك اللي هو منطقي يخلص في الورك اور، فلو انت ما خلصتش ورك اور كده انت شخص غير منظم، ودي حاجه مش لطيفه. فنصيحه، حاول تنظم وقتك، وطبيعي مش من اول مره هتنجح في ده، هتجرب شويه ومره هتنجح، مره طريقه مش هتنجح قوي، وواحده واحده هتقدر توصل لطريقه تخليك قادر توازن شويه بين حياتك الاجتماعيه وبين ان انت تكون شخص بيعمل التسليمات المطلوبه منه. بلس جزئيه مهمه جدا لها علاقه بالتقدير، ان انت كمان لازم تشتغل مش بس كتير، with quality. ان الله يريد ان ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا اي سنه، ملهاش علاقه بس بان انت تشتغل كتير، لا، بالاتقان نفسه بتاعها، فالكواليتي كمان بتاع شغلك. فيو هاف تو بي كرييتيف، تعلي الستاندرد بتاعتك شويه عشان خاطر تقدر تطلع برودكت كويس، تاخد بيه درجات كويسه، وده بعد فتره هيخليك لما تشتغل بطريقه ذكيه فيها دماغك شغاله كويس، هتقدر في الاخر توفر جزء كبير من الوقت اللي انت بتشتغله او يعني بيروح منك في الشغل. اوكي. سمعت يا باشمهندس، ممكن نتشيك النت بس لأن الصوت بيقطع. في مشكلة في الصوت. طيب ثانية واحدة هروح على الصوت دي. السيجنال كده أحسن؟ اه تمام كده، نجرب برضو مع الصورة. طيب أوكي. السؤال اللي بعده بيقول، أنا مهندس مدني، إيه أنسب طريقة إني أكمل دراسة في عمارة، وهل في طريقة أنمي نفسي في نقطة محددة وليكن الاكستيريور ديزاين فقط؟ طيب احنا اتكلمنا في السؤال ده برضو قبل كده، وهجاوبه برضو تاني سريعا. ادرس اركتكتشر ديزاين، هتقدر تعمل ده في جامعه ووقتك هيسمح بده، وهيبقى عندك طاقه انك تتعلم ده من تاني من اول وجديد، دي هتبقى حاجه عظيمه جدا. مش هتقدر تعمل ده، فعلى الاقل حاول تاخد كورس في جامعه من الجامعات اللي بره، دبلومه على الاقل لها علاقه بالديزاين. وانت بتقول انا عايز اركز على الاكستيرير، فعلى الاقل اعمل ده، ومن حقك تجرب طبعا. بس فكره ان انا بقيت شخص بعرف اشتغل بال 3 دي ماكس كويس، وباخد شويه ريفرنسز من على بنترست او من على الفايلات الجاهزه بتاعت ايفر موشن او اي فايل جاهز، وبدا بعملت عماره في فيلا في الثانيه في الثالثه، وهتخيل ان انا كده شخص معماري، فانا كده مش شخص معماري خالص. لان الموضوع قبل ما اكون بطلع اكستيرير كويس، في حاجه اسمها انا بحل اللي جوه ازاي عشان تبقى الوظائف محلوله كويس تمام. وفكره انه اي حد ممكن يقعد يقول والله انا عايز اوضه 3 في 3 هحلها، والاوضه الثانيه 3 ونص في 4، وهحل هنا طرقه، وهحل هنا حمام، والبيزك بلانز اللي بقت للاسف بتتعمل في مشاريع كبيره، هيبقى مقتنع ان هو كده ديزاينر. فانا اسف، التصميم المعماري هو ايجاد حلول ذكيه جدا لها علاقه بجزء في الدراسه، وجزء له علاقه تاني بالتطبيق والشغل الكتير، تقدر تحل حاجات كتير جدا. ودي احنا انا شخصيا بتقابلني احيانا كتيره، بقعد مع الكلاينت، وطبعا اتكلمنا قبل كده سريعا برضو عن الكلاينت، ان الكلاينت المصري تحديدا بيتذاكى، واحيانا كتير ممكن يجي لك اصلا وهو حال البلان، احيانا بيبقى قاعد اوريدي مع مقاول حلوا البلان، وهو مقتنع ان دي مبدئيا حاجه از فيري ساتسفاينج ليه، وبيقول لك والله اعمل لي بس شويه انشاط. احيانا كتيره لما بنشتغل على اللاي اوت، هو بيكتشف الفرق الشاسع ما بين اللي هو كان عامله، اللي هو كان برضه مقتنع بيه، وهو هو اللي مقتنع بيه، اللي فيه النيدز بتاعته بالحلول الجديده. بيلاقي مساحات افضل بكتير، بيلاقي ميكانيزمات الحركه افضل، علاقات الفراغات اللي جوه بعضها، الخصوصيه بتاعت بعض انواع الفراغات، يعني ايفن ممكن توصل لاتجاه فتحه الباب في بعض الفراغات
ممكن يجرح الفراغ او لا، ميكانيزمات ان هدخل افتح على اوضه النوم الاقي السرير، ولا هفتح على الدريسنج ومن الدريسنج اريا هفتح على عندي حمام مش مجروح وغرفه نوم مش مجروحه وهكذا. ففي الاخر لازم دراسه. وباي ذا واي جزء من الفيزيكس اللي انا بتكلم فيها دي لها علاقه كمان بالانتيريور ديزاين، فهي في الاخر هي منظومه ديزاين على بعضها لها علاقه بالوظيفه. عشان اتعلم وظيفه لازم ادرس على الاقل البيزكس بتاعت نظريات العماره اللي بتقول علاقات السلالم ببعض عامله ازاي، علاقات الكوريدورز بالسلم بالفراغات بالكلام ده كله، علاقات الشبابيك بالفرنتشر بالحاجات دي كلها. يعني مثلا من الاشتراطات اللي مثلا عندنا في التصميم المعماري انه قلبه السلم ما ينفعش تزيد عن 14 درجه. في حد يقول لي اه اوكي ما انا عارف وهعمل دي، بس ده اكزامبل. زي ما في الاشتراطات دي اللي ما لهاش علاقه باشتراطات كود او ان انا اخد رخصه، لها علاقه بيه انه بعد 14 درجه في ارتفاع اي ما 15 سم ده بيكون غير مريح لاشخاص تشتغل. طبعا الكودز احيانا اتغيرت في العالم دلوقتي ديبيندز على طبيعه المشروع والكلام ده كله، بس اللي عايز اقوله انه في الاخر في ستاندرد مبدئيه لازم اعرفها عشان اقدر اشتغل بيها. ممكن اغير فيها حاجات بعد كده، ممكن اكتر فيها حاجات بعد كده، بس انا لازم اتعلم الستاندرد نفسها. اوكي السؤال اللي بعده، لو عايز اعمل للعميل مرونه في التصميم انه يغير مكان الفرش في كل شويه عشان الروتين مش التصميم يفضل ثالث دايما، ازاي احقق ده واحنا بنظبط الاضاءه؟ انا اسف يعني بقرا الموضوع زي ما كتب بالظبط، وانا بظبط واحنا بنظبط الاضاءه وفتحات الكهرباء وممرات منارات الحركه ممرات المفروض بناء على توزيع الفرش. اول نقطه انا محتاج اقولها كويس جدا عشان ابقى ديزاينر شاطر او بزنس مان شاطر او حد بيقدر يقعد مع كلاينت يكلمه، انا لازم اهتم باللغه يا جماعه. مش مهم التشكيل ومش مهم اعرف صح، مش مهم ابقى بكتب الجمع في المجرور بالالف والنون، او مش دي النقطه، بس على الاقل اكتب الحروف صح، السبيلنج صح. فدي نقطه مهمه قوي. نجاوب على السؤال ازاي اعمل للعميل مرونه في التصميم، ان انا ابقى امسك التصميم بتاعي بعد ما خلصته مبدئيا على ما هتكلم على سكيل اللي اوت قبل ما ادخل في المرحله بتاعه الانتيريور ديزاين، امسك نفس اللي اوت ده واجرب بنفس قطع الفرش اللي موجوده فيه. لو قعدت توجيهها مع بعض العناصر زي علاقه الدايننج روم بالكيتشن، علاقه الليفنج اريا بالتلفزيون، وعلاقة الفراغ الفرنتشر بالفراغ نفسه، هل نسب الفراغ تقبل ان انا احرك قطع الاساس كل شوية بحيث ان الفراغ يبقى دايما في ريفرشمنت وفي نوع من انواع الفلكسبيليتي دي يعني. فده اول تيست بجربه على اللاي اوت بتاعي، لو ده ظهر يبقى انا والله بتحرك في سكيل ناجح، واقدر ساعتها حتى بعد ما اخلص المشروع واسلمه للكلاينت اقول له والله ده كادو مني، انا بديك 3 اور 4 تمبلت لهم علاقه بطرق فرش مختلفه انت ينفع تجربها بعد كده. بس يفضل ان ده يكون كمان مرتبط بان الفرنتشر نفسه يكون سهل الحركه، يعني ما ينفعش اشتغل على سرير وزنه ثقيل جدا وابقى بطلب من الكلاينت ان هو، او بقول للكلاينت انا عامل لك فيري فلكسبل ديزاين، ولما يجي يقرر ان هو يحركه تو ميك او تو كرييت ا سمارتر سبيس يبقى هو اوريدي يعني بيسبب له مشكله. فهي النقطتين مع بعض، ان انا اللاي اوت بتاعتي اللي اتفرشت فيها ممرات حركه ابعادها مناسبه، فيها قطع فرنتشر مقاساتها منطقيه وعلاقتها كمان بالاضاءه، انه احيانا في ناس لما بتستعمل لايتنج فيكتشرز مثلا زي النجف او زي البندنت المعلقات يعني ممكن يجي ساعه التغيير يكتشف ان هو ملتزم بيها. فلازم اجرب ده وانا بحل اللاي اوت ايفن قبل ما ادخل في الانتيريور ديزاين، لو ده التوجه الفعلي اللي انا عايز ابقى حاطه في دماغي، لان ده اللي هيخليني بعد كده وانا بديزاين الانتيريور نفسه كسبيس ابقى مراعي النقطه دي. يعني ازاي اضمن ان العميل لما يفكر في العرض هيرجع لب ماشي اوكي. تاني يا جماعه والنبي عشان خاطري نهتم شويه بالطريقه اللي بنكتب بيها عربي وانجليزي، ويفضل الجرامر او النحو مبدئيا. يعني ازاي اضمن ان العميل لما يفكر في العرض هيرجع لي كتير؟ هيرجع لي، والنقط كمان لان انا دخلت جملتين في بعض. اوكي انا اسف. ازاي اضمن ان العميل لما يفكر في العرض هيرجع لي؟
كتير اثناء العرض بيكون اغلبهم بيكون عاجبهم ومتفقين على السعر، وبقول وبيقول هرد عليك بالتأكيد، ومش بيردوا ولا يتكلموا تاني ازاي فده حاجة زي كده وصلنا لحضرتك. طيب مبدئيا لازم نستوعب جزئية مهمة جدا لها علاقة بالكلاينت او بفخ الكلاينت. الكلاينت مش في كيسز في حياتي كتير اتعاملت مع كلاينت، وممكن نقول 2% منهم اللي كانوا فيري دايركت ستريت فورورد ورفضوا العرض واحنا قاعدين. كتير جدا بيقول لك اوكي انا هفكر وهشوف وبيتكل على الله. وللاسف كلمنا دي في الجزئيه دي لها علاقه بالاسئله بتاعت المره اللي فاتت، كان في حد سال ازاي افتح مكتب اول ما اتخرج على طول، او هل ده في مشكله او لا. انه احيانا كتير بنقع في المشكله بتاعت احنا عايزين الشغلانه ونفسنا نعملها ونفسنا يبقى عندنا بورتفوليو كويس، فاحيانا كتير بنروح السايت ونرفع المقاسات ونبيض اللاي اوت ونبدا نعمل لها كمان فرنتشنج ونبعثها للكلاينت. واحيانا بقى الكلاينت يتذاكى، يعني يجي مثلا المفروض انتوا متفقين ان انتوا هتعملوا ده في ميتنج، فيجي في الميتنج يقول لك لا والله معلش انا اسف حصل ظروف، ممكن تبعته لي على الواتساب او على الميل او ايا كان. فبتبقى احيانا كان يعني انا شخصيا كنت حتى زمان بعمل ده، بنعمل التنازلات دي واحيانا بنعمل الديزاين وبعدين نقعد معاه وبعدين نديله الكود، يبقى هو اوريدي خلال البروسيس دي احيانا بيبقى مقتنع من وجهة نظره ان هو خد اللي هو عايزه، هو عارف هيحل الفراغات ازاي، هو بيبقى مقتنع بده، عارف باليتة الالوان رايحه فين، فخلاص شكرا يا باشمهندس ده تالي انا عاملها ارخص من كده. دي طبعا كارثه عند الكلاينت وليها اسباب كمان تانية كتير، منها ان في ناس كتير رخصت سعرنا في السوق سواء ديزاينرز او ناس بتاعه تشطيب سمت نفسهم ديزاينر. فاولا انا محتاج اقعد مع الكلاينت معايا سابقه اعمال او خبره، لو هي مش موجوده لازم اعرف الكلاينت كلمني عن طريق ايه. يعني احنا بيجي لنا تليفون، كلنا بنشتغل على ريبتيشن، بنشتغل على السمعه مبدئيه، مشروع بتعمله ممكن يكون تنفذ بصوره ناجحه الى حد ما او بنسبه كبيره، الكلاينت ده له معارف له ريليتيف، لو مشروع سكني مثلا الناس دي بتزوره، لو عجبها البروجكت تبدا تساله. دي اول خطوه بتحصل او اول احتماليه. الاحتماليه الثانيه انه الكلاينت بعد ما بيكون ساتسفايد احيانا كثيره جدا لو بيتكلم مع صديق لي او حد يعرفه او قريب لي وبيحصل فكره البروسيس، انا خدت بيت جديد انا خدت فيلا، يقول له بس انا عندي باينر شاطر جدا ممكن يعمل لك الكلام ده كله، او مهندس شاطر يقدر يعمل لك ده. النقطه الثالثه انه البروجكت لو انت عامله بابليك ونجح، في حد بيبقى عجبه البروجكت بيبدا يسال او بيقدر يشوفه ثرو سام هاو السوشيال ميديا. في الاخر هو بيكلمك او بيقعد معاك نتيجه انه يا شاف شغلك وعجبه، يا حد عمل لك ريكومنديشن عنده. فبناء عليه لو انت عملت حتى المشروع ده بس اول مشروع ليك في حياتك، تروح تقعد مع الكلاينت بتوري له المشروع ده اللي هو اوريدي اتنفذ، وانت اوريدي عرفت ان انا حد شاطر نتيجه ان انت اتكلمتني اوريدي، نتيجه انك حد عمل لك ريكومنديشن او شفت شغلي في الواقع. ودي شغلي عموما اهو برضو تاكد عليك ان اهو انا معايا وبشرحه لك احيانا. فبناء عليه انا لما عرفت منك تفاصيل المشروع واخدت منك بريف، هقول لك انا خلال يومين هبعت لحضرتك عرض بتاعك. قال اوكي تمام، ما قالش اوكي، ده في الاخر رزق ربنا بيبعته وبيقرر. بس في نقطه ان انا لازم اكون ريزنبل في علاقتي بالعميل، يعني ما ينفعش اقعد مع عميل باين من طريقه كلامه انه مستواه المعيشي مش قوي، وباين من نوع لبسه ومن عربيته، ده مش حاجه سوشيال جادجمنتال او حكم اجتماعي خالص، هو له علاقه ان انا ابقى منطقي. يعني ما ينفعش واحد يبقى شاري بيت مثلا ب 100,000 جنيه واقول له انا هعمل لك الديزاين ب 100,000. في ديزاينرز بيعملوا ديزاين بمليون، بس اوكي بس ما ينفعش اولا اكمبير نفسي بيهم في طبيعه الكلاينت. وبرضه ما ينفعش اقعد مع كلاينت شاري بيت ب 20 مليون جنيه واقول له انا عامل لك الديزاين ب 500,000 او بمليون، نتيجه ان في ديزاينر ثاني بيعملوا كده. انا لازم اقيم نفسي واحط اسمي، اقيم نفسي في السوق انا سكيلي عامل ازاي وعلاقتي بالكلاينت واصله لفين من فهمه وتحديد مستواه الاجتماعي، فاقول له سعر في الاخر منطقي. وده لا يمنع ان في كلاينتس كتيره بتسترخص، لانها او غير انها بتسترخص احيانا بتبقى شايفه يعني كديزاينر بتعمل ايه، ده الموضوع في الاخر مش مستاهل كل الفلوس دي، ودول مش نسبه برضو
قليله قوي ولا كبيره قوي، بس في الاخر في نيجوشيشنز بتحصل، في مفاوضات دايما بتحصل، دي عمليه طبيعيه منطقيه جدا. فمن المنطقي ان انا اكون على الاقل مستوعب الكلاينت طبيعته عامله ازاي، فاقدر اقول له سعر مناسب لي ومناسب ليا، لا اكتر بكتير من اللي انا استاهله، ولا يخليني اخرج من المشروع خسران. ثم انا عملت اللي عليا واتعملت وخدت بالاسباب، في الحاله دي التوفيق بقى هنا يجي من عند ربنا. وفي حاجه عايز اعلمها لك واقولها لاي حد، احيانا كتيره بنقعد مع عميل وبناخد داون بيمنت احيانا، وبنرفع مقاسات وبنشتغل وبيحصل اختفاء فجاه ما بيردش، بيقرر احيانا يوقف الشغل عند المرحله دي، بس بعد سنه سنتين ثلاثه اربعه يا هو بيكلمك تاني احيانا لو هو اقتنع ان انت ديزاينر شاطر، او احيانا حد من طرفه بيكلمك. يعني انا في ناس كتير اشتغلنا مع بعض وجايين عن طريق كلاينت ما اشتغلناش اصلا، يعني قعدنا وطرحنا افكارنا وشافوا سابق اعمالنا وكان ممكن السعر بالنسبه لهم مش مناسب او ما ارتاحوش او ايا كان، دي بتحصل يعني. ففي الاخر ربنا دايما بيهيأ لك اسباب، احيانا في حاجات ممكن تكون بتحصل لك النهارده تاثيرها بيبان كمان 5 سنين و10 سنين، مش مطلوب ان هي اصلا تعمل اي افكت دلوقتي بالنسبه لك، ده في حياتنا كلها يعني، البلان دايما متظبطه كده، الديزاين معمول فوق يا جماعه. ففي الاخر انت ما تزعلش، ده توفيق من عند ربنا، لو المشروع جالك دي حاجه كويسه جدا، لو المشروع ما جاش ففي الاخر ارميه ورا ظهرك، ما تفكرش فيه اساسا وادخل في المشروع اللي بعديه على طول، حاول دايما تقلل. محاضرة مهندس أسامة اللي كانت بعدك سهلت التاسك اللي حضرتك طلبته جدا، لكن في عدة ستايلات متداخلة وبينهم عناصر مشتركة كتير، هل لازم الستايل لما يتشاف يتصنف؟ يعني أي تصميم قدامي لازم يتقال ده كذا، خصوصا لو فرعي أو تحت ستايل تاني أكبر؟ أولا لأ، أحيانا كتيرة بنبص على ديزاينز في العالم متنفذة وديزاينرز محترمين أو استوديوز كبيرة عاملاها، وبتبص بتقول إنه هو مثلا إذا مودرن ديزاين مينيماليستيك ويز أتاتش أوف تشابي شيت مثلا أو ميديترينيان تاتش، ده بيحصل. وفي أصلا اتجاه اسمه إكلكتيك، والبوهيميان اتفقنا ان هو اوريدي سيلكتيف، البوهيميان اصلا ملوش مثلا لو هناخد البوهيميان كاكزامبل، البوهيميان هو سيلكتيف تماما، لا هو بيحب الزرع الكتير، بيحب يرمي معظم الكلام ده على بيزك كولر، قد يكون ابيض احيانا بيكون في النسب الاكبر وورم كولر، واحيانا بيكون كوي كولر. كنبه من اندستريال مثلا زي تشستر بتتحط مع ترابيزه مروكن، بتتحط مع وراها مفرش افريقي مع او مندالا هندي مثلا، مع هو في الاخر سيلكتيف بيلم 50,000 حاجه وبيحب يحط زرع كتير. فحتى في اوريدي فايلات او مدارس هي اصلا عباره عن 50,000 فايل في بعض. فكره ان انا ينفع ابص عليه اقول هو ده كذا تحديدا، ده وارد بيحصل احيانا واحيانا كثيره لما ببص وعناية بتكون شافت كتير وقدرت تفهم الاتجاهات دي بتتحرك ازاي، بقدر اقول اه والله ده هو عمل الفيوجن بتوين ده وده. ما فهمتش العلاقة قوي بين الخطوات اللي عدى بيها المقارنة، سؤال المقارنة اهو في تحليله وبين المنتج النهائي اللي طلع، ده خلاف الكرسي مثلا كان واضح اكتر، هل ده معناه ان الكونسبت مش ضروري يظهر في النتيجة حتى لو موجود في ذهن المصمم؟ طيب المقارنة الثاني، هجاوب على السؤال جاي على كذا مرحلة. المقارنة الثاني كان artistic piece، الهدف منها ان انت تطلع قطعة فنية نحتية بتعبر عن حاجة في العمارة الإسلامية. في المهرجان تحديدا في حد اشتغل على sections من العمارة الإسلامية منحوتة، خدها صرفا زي ما هي، في ناس اشتغلت على البينتينجز اللي كان ليها علاقه بالسجاد اللي كان بيتعمل زمان على المنتجات، على ما اذكر في حد ده صديق انا بعتز بيه جدا وعرفته في المهرجان، وهو من اشطر الفنانين التشكيليين اللي انا شخصيا عرفتهم في حياتي، ويعني بعتز بان انا عرفته، اسمه احمد دبيه قشطه، هو مصري عايش في اسبانيا،
ده كان بيشتغل باي حاجه متاحه قدامه، بيطلع سبيس له علاقه بالاسلاميك اركتكتشر. هو طبعا مش ده التخصص الوحيد، هو دايما بيعمل ده، هو بياخد شماعات بيعمل بيها فورث دايمنشنال سبيس ليها علاقه بالعماره الاسلاميه، واخد الباترنز بقى او واخد الاوتلاينز الكلام ده كله يعني. فهو معرض كان الهدف منه انتاج منتجات فنيه، فكان الهدف لو خدنا المقارنه وفكيناه اكننا فكينا اللايرز بتاعته كلها وقعدنا تجمعها بمره في صوره اخرى، وده باي ذا واي مبدا الديكونستراكتيفيزم او مبدا التفكيك يعني. فاحنا فكيناه خالص وقعدنا تجميعه تاني بصور مختلفة لها علاقة بالفراغات، الأجساد بتاعة الفراغ. فبنشوف لو احنا فردناه كده هيدينا ايه، لو احنا بدأنا نعمل له تويست في الاتجاه ده هيعمل ايه، لو بدأنا نعمل تويست في كذا اتجاه هيحصل ايه، وهكذا. الكرسي هو كان له وظيفة واضحة ان هو كرسي، وبالتالي كان دي جزء مهم جدا في البرودكت انه يطلع. لو ما حققش الوظيفه دي وكان شكله حلو فهو فشل ككرسي، لكن ممكن نقول عليه قطعه نحتيه لطيفه. الجزئيه الثالثه، هل معناه ان الكونسبت مش ضروري يظهر في النتيجه حتى لو موجود في ذهن المصمم؟ انا ضد المدرسه بتاعت ان العمل الفني احيانا يعني بنسمع الكلام ده من ناس ممكن بيعتبروا نفسهم فنانين، انه يقول لك انا مش مهم المسج بتاعتي توصل، انا خرجت اللي انا عايزه. ده حاجه مش منطقيه قوي. واتكلمنا برضو المره اللي فاتت عن انه المدارس الجديده في الفن تحديدا بقت بتطرح فكره ان انا كفنان ممكن احط وجهه نظري بنسبه 40 او 50 او 60 او 70% واسيب مساحه ياخدها المتلقي يشتغل فيها يستوعبها هو، يكمل هذه الصوره من خلال الباك جراوند بتاعته، من خلال ثقافته، من خلال ده. لكن على الاقل جزء من المسج لازم يوصل. يعني لو هناخد المقارنه فعلى الاقل حد هيفهم المقارنه البيزك، وحد هيفهم المقارنه البيزك لما حتى اتفرد مبدئيا وهيستوعب ان ده مقارنه. ودعمنا ده بان احنا كنا بنقول ان ده مقارنه وان انا المقارنه ولا حكايه، واكنه كان الفكره كلها ان المقارنه هو شخص بيحكي عن نفسه. فانا لو متخصص هستوعب من الاول ان ده مقارنه، لو انا غير متخصص فانا فهمت ما هو المقارنه ثم بدات اشوف مراحل المورفولوجي بتاعته او الميتامورفوزز بتاعته. في الكرسي الاحمر انا مش شرط ان انا كمتلقي استوعب ان ده الكرسي الذي يعبر عن الرقصه المسماه ملجاني. انا شفت كرسي لطيف، لما شفت اسمه قد اكون انترستد كشخص غير متخصص ان انا ادخل ادور هو الاسم ده ايه، ليه اتسمى كده. فممكن لما ادخل ادور والاقي انه في رقصات عليها كده اقول اه ده شبه ده، في حد ذاته جزء لطيف ممكن يوصل للمطلق. من الحاجات مثلا اللي كانت الكرسي ده، باي ذا واي شافه ناس كتير جدا، ومن اول ما كان موجود في الاستوديو لما اتصور ونزل على الانترنت ونزل بعدها شويه في مجلات وبعدين اتعرض في التلفزيون في بعض البرامج، الرياكشنز معاه كانت مختلفة تماما، مش كلها زي بعض يعني. كان في أبسط حاجة مش هنقول عليها سطحية ولا حاجة، كان حد يقول لا أنا حاسس إن أنا قاعد على ثرون على عرش كده، كرسي مستوعبني وحاسس إن أنا ليا شخصية وليا مش عارف إيه. في حد تاني كان بيقول أه لا أنا حاسس إن الكرسي بيرقص، في حاجة بتتحرك. أعتقد في الحلقة بتاعت شريف مدكور تحديدا كان بيشايف إن ده بيعبر عن الموضوع، لأن هو ممكن عارف قصة المزيكا دي أو وارد إن هو كان بيجاملني في البرنامج. ففي الآخر الفانكشن بقى هنا بتخليني أقول أه لا ده كرسي لطيف مريح، بيحسسني بإنه أنا قاعد في دوميننت يعني، أو ليا هيمنة على الموجود. وده جزء كبير من المسج بتاعته اللي بتوصل يعني. ولو مسكنا بقى الكيورد دي أو الأحاسيس اللي الناس عبرت عنها لما اتعاملت مع الكرسي، هتلاقيها هي اللي كانت موجودة في الملاجانيا والفلامينكو دانسينج، إن هو عنده تعبير معين عايز يظهره بصورة اكستريم جدا يعني. بس كنت حابب حضرتك تشرح لنا شوية إزاي نعمل رسومات وتصاميم خاصة بالسباكة والكهرباء، لأن دي بتبقى جزئية متجاهلة نوعا ما وبيترتب عليها مشاكل لو اتعملت غلط. يا ريت نهتم بالجزئية دي. طيب خلينا نتكلم في إزاي أعمل رسومات تنفيذية، بس يعني كنت أتمنى إن ده يبقى ثرو، يبقى في سكتش حتى أو سكتشنج بيحصل، بس خلينا نقول ده مبدئيا نظريا.
الهدف من الرسومات التنفيذية إيه؟ الهدف من الرسومات التنفيذية إن أنا أقدر أطلع لوح يستخدمها المقاول اللي بينفذ، اللي ممكن يكون مهندس ومتخصص وقادر يقرأ لوحة هندسية، أو يقدر يقرأها صنايعي مع بعض الشرح من عندي. فأنا ممكن أشرح له، فلما يقعد القعدة الثانية ويمسك نفس اللوح بتاعتي ويلاقي عليها التوصيف مكتوب والدايمنشنز يستوعب أنا عايز أقوله. فبناء عليه أنا لما يبقى عندي لوحة مباني، عشان اقدر اعمل المباني دي في السايت، مطلوب مني ان انا احدد علاقتها بالاوتلاينز بتاعت المشروع. فاكيد هي على جريد اكس وواي، وقد تكون على دياجونال ومحطوط مقاسات، فهي على اكسات. الاكسات دي بينها وبين بعض مسافات، ممكن اوقع الاكس جوه الحيطه في النص بالظبط، وممكن يبقى يمين الحيطه وممكن يبقى شمال الحيطه. وده المدارس الانترناشونال يعني المصريين بيحبوا يحطوها احيانا كتير جوه، او المدرسه المصري اللوكل بتحب تحط ده في النص دايما. عندي لوحه لها علاقه بالسباكه كشبكات، فهي انا شخصيا بعمل ايه؟ انا بطلع في السباكه 3 لوح. لوحه اولا فيها الفيكتشر، فيها ان عندي حوض الاحواض محطوطه، محطوط مقاساتها، وبناخد من اكس النص بتاعه اللي هو هيبقى الصرف بعد كده من يمينه وشماله عشان نقدر نحدد موقعه، ونحط التواليت، بنحط الجاكوزي، بنحط حوض المطبخ، بنحط اي حاجه لها علاقه في السباكه هتدخل في الموضوع. اللوحه دي محطوط فيها الحاجه بالدايمنشنز بتاعتها، مقاساتها ايه، وتوصيف لطيف. لو انا هعمل حوض رخام فانا بقول حوض رخام مقاسه كذا في كذا، وبعمل له ديتيله فيها بلان وسكشن و3 دي ديتيله لطيفه، واير فريم او هيدن لاين يعني انا اسس واير فريم، مش مطلوبه تبقى ريندرد ولا حاجه. لو عندي حوض اختاره مثلا من ايديال ستاندرد، فانا هقول والله انا عندي حوض تونيك كود اس جي اكس مثلا اف 22 اي حاجه، او في حوض اسمه تونيك بس الكود طبعا انا مش فاكره يعني، اللي هو الحوض الفلاني جوه الكولكشن الفلانيه الكود بتاعه كذا. عندي تواليت بختار برضه الموديل بتاعه، خلاط بختار الموديل بتاعه، وهكذا. دي اول لوحه. ثاني لوحه، لوحه صرف، فيها الاحواض دي هتصرف على ايه؟ فهي بتصرف على بالبلدي يعني بنقول على سفون، اللي هو السفون اللي بيركب فيه الحوض من تحت اللي بيبقى فلكسبل ده، ويبدا اخد منه على خط الماسوره الاثنين بوصه اللي في الحيطه، ومنها ممكن امشي بعد كده على الثلاثه بوصه. عندي بيبه هتتحط اللي هي البلاعات، فبرسم البيبه بتاعتي، بحدد هي واحد ولد ولا اثنين ولد ولا ثلاثه ولد، انا بحاول اتكلم بلغه السوق والصناعيه شويه عشان يبقى الموضوع منطقي، اللي هي في الاخر بقى اللي هي مدخل ولا اثنين ولا ثلاثه، وهتصرف على فين. وبحط طبعا القواعد بتاعتي عشان اخد الصرف بتاع الاربعه بوصه. عندي لوحه بعدها، لوحه التغذيه، بدخل الخط اللي داخل اللي هو البوليبروبيلين اللي بيبقى داخل عندي، يعني اللي هو ممكن يروح من بوصه بره لنص بوصه جوه، او على حسب احنا الشبكه جوه هتمشي ازاي. يعني احيانا بنشتغل مثلا ثلاث ارباع وبعدين نص وهكذا، طبعا ده على حسب حجم الميه واللي جاي لي من بره والكلام ده كله والشبكات، واحيانا بنشتغل جوه بوصه واحيانا بنشتغل من بوصه، يعني على حسب الديفنس. المهم في الاخر بشوف الخط بتاع التغذيه بتاع الميه جاي لي منين، هيمشي ازاي، وهيروح على البيكتشر اللي فيها خلاطات، او الخلاطات بتاعه التويلتس يعني او المراحيض نفسها، والفلاش تانكس او السافون بتاعه او ايا كان اللي بنسميه يعني الصندوق بتاعه. ده خط البارد، وبعدين الخط البارد ده بيروح على السخان وباخد منه خط الساخن وبرجع. ده بيترسم ازاي في البلان؟ بنديكيت بخطين لهم توصيف مختلف. انا شخصيا بنعمل الانديكيشن مش بخطين، بالمواسير، وبنعمل اماكن الكيان الطبيعيه، ما بيتعملش طبعا بالديتيل لانه في التنفيذ الحقيقي في حاجات اسمها جلب، في حاجات اسمها كرنكات وهكذا، انه بتعدي حواليه، بس بتقول ان هنا في خط رايح وخط راجع، وان السخن والبارد داخلين في الخلاط وداخلين في الشاور وداخلين في الكلام ده كله. فعليهم مقاسات وعليهم توصيف. المقاسات فين؟ المقاسات لها علاقه بالفيكتشرز ومقاسات الفراغات بس، وبناء عليها بيبدا يتحدد البضاعه، لكن مش محتاج اقعد اقول ان طول الماسوره من الحته دي من الكوع ده للكوع ده كذا، ومش للدرجه دي يعني. انا شخصيا ما صادفتش ده هنا في المشاريع في مصر،
بره برضو ما بتوصلش للديتيلينج قوي ده، ده وجهة نظري يعني. في الكهرباء بعمل نفس الكلام، بيبقى عندي لوحة لها علاقة بالكهرباء اسمها لوحة إضاءة. إيه أنواع الإضاءة أصلا الموجودة؟ فبقول والله أنا عندي هنا في ال اي دي مثلا، لاد تيوب، لاد المسطرة مثلا دي، كشاف ال اي دي 60 في 60، هنا في سبوتات ال اي دي بتركب على الساك، بحط زي اللوكينج اب بتاع شكل السقف بتاعي، بحط المقاسات، بحط التوصيف وشكل السبوت ونوعه ايه. ثم عندي اللوحه اللي بعدها اللي فيها الخطوط بتاعه الكهرباء ماشيه ازاي، اللي لها علاقه بان انا عندي المفاتيح، المفتاح ده بيشغل عدد الاختصاصات الفلانيه على خط، المفتاح الثاني لنفس الفراغ ممكن يكون بيشغل نص الفراغ الثاني على خط، احيانا بتوصل لثلاث او اربع خطوط لو انا عايز اعمل كذا ليفل من الاضاءه، واحيانا بيبقى الفراغ مش مستوعب كل هذا التعقيد فبنشتغل كله على مفتاح. يعني بالاخر انا عندي فيه مفتاح بيوصل لي السبوت ده والسبوت ده والسبوت ده، لان الافضل بنشتغلهم تبادلي طبعا لو انا هوزع في فراغي يعني. او هشتغلهم سيكتور، مجموعه فراغات في الاخر بيتوزع. طب اقول المفتاح ده بيودي للسبوت دي هنا، المفتاح ده بيودي للحته دي، المفتاح ده بينور المنطقه دي، هنا في مفتاح ديفياتير اللي هو بتاع سلالم مثلا او طرقه طويله، ان انا اقدر انور من هنا واطفي من الناحيه الثانيه والعكس. وبحدد كمان انواع المفاتيح، ممكن تبقى مفاتيح عاديه خالص، بختار احيانا الماركه كمان معاها، ان ده مثلا بوتشينو، ده ساز، ده لجراند، ايا كان الماركه اللي هشتغل بيها. او انه مفتاح ديمر اللي هو بيبقى بيعلى وبيوطى، وده ما بيشتغلش على اغلب انواع اللمبات اللي موجوده، بقى في انواع دلوقتي موجوده في السوق فلازم اتشك واسال ده قبل ما اشتري اللمبات. ثالث لوحه عندي الباور سبلاي، البرايز بتاعتي، عندي برايز طبيعيه جدا موجوده للفراغ اللي بنستخدم فيها تلفزيون، بنحط فيها شاحن، بنحط فيها كمبيوتر، دي بريزه عاديه السلك بتاعها في الاغلب بيكون 2 مللي. ثم عندي برايز اعلى شويه بنعمل السلك بتاعها 4 مللي، بنحطها مبدئيا احتياطي في المطابخ. وعندي ال 6 مللي للتكييفات، ولو الباور بتاع التكييف اعلى احيانا بنزود التخانه بتاعت السلك عشان يتحمل المرحله دي. ففي الاخر انا عندي لوح بقول ان هنا في برايز متوزعه، دي بريزه قوه، دي بريزه مجوفه، دي بريزه عاديه، هنا في نتورك، هنا في لقمه بالبلدي يعني لقمه انترنت، دي لقمه واي فاي، دي لقمه يعني في انترنت اللي هي الباكت اللي بيدخل فيها، وفي لقمه دلوقتي بقت بتتفرج اوريدي واي فاي، في لقمه ثانيه بتاعت ساوند، لقمه يو اس بي، انواع اللقم والبرايز اللي انا بوزعها في الفراغ كله، في بريزه القوه المجوفه، كل دي بحددها وخلاص. فبقى عندي لوح مترتبه، فدي بالنسبه للكهرباء والسلك. عندي كمان مثلا بند زي الجبسون بورد، ففي الاخر انا مصمم سقف ما بالجبسون بورد، بحدد الليفلز بتاعته، الارتفاعات بتاعته من السقف مش من الارض، يعني بقول بلس 20 ده، بلس 20 ده انا نزلته من السقف، بلس 10 يبقى انا كده في ليفل اعلى من بلس 20. عندي بيج نور بحددها، وبحط الاكسات بتاعتي برضو بنسبها للاوت لاينز بتاعت الفراغ، وبحدد المقاسات والتوصيف وهكذا. فالفكره مش محتاجه حفظ قد ما محتاجه ان انا احاول ازاي امسك التصميم بتاعي ده ابسطه خالص، ان انا اطلعه في لوحه مفهومه يمكن التنفيذ من خلالها. وابسط منطق ان انت بعد ما تطلع اللوحه تاخدها وتشوف لو انا هنفذ ده فعلا، اللوحه دي بالنسبه لي كافيه ولا لا. جرب ان انت في اي سبيس هتشتغل فيه تاخد اللوحه بتاعتك وتروح انت بنفسك في المباني تدها، او تروح تقرر ان انت توصل سباك، حسيت ان الدنيا ماشيه فيري سموث ومفيش اي معلومه خالص ناقصه في اللوحه، ده كلام عظيم جدا وهكذا. بس السؤال اللي بعده بيقول كيف اقدر اسوق لنفسي بنجاح، وكيف يمكن، طب ليه كيف، طيب يعني احنا شغالين عمليه، اوكي ازاي اقدر اسوق لنفسي بنجاح، او كيف استطيع ان اقوم بالتسويق لنفسي بنجاح، وكيف يمكنني الحصول على المعلومات او الاماكن التي اتعامل معها لتسويق منتج ثم عرضه في السوق. طيب اول حاجه بتسوق لك مبدئيا هي شغلك، قبل الشو وقبل ما
وهتريق على نفسي، انا هتريق على اي حاجه، مش قصدي اتريق على حد يعني، هتكلم على نفسي شخصيا. وقبل بقى ما تتصور وانت عامل فيها ديزاين ومظبط الاضاءه وجاي فوتوجراف شاطر بغض النظر يعني، انا بس اصلا فوتوجرافي اصلا انا بصور يعني، وتاخد بوزز وتعمل مش عارف ايه وتفاير الاوبجكت بتاعتك وتعمل فيها ديزاينر، تطلع شغل الاول يخلي ليك ريبيتيشن، سمعه لطيفه في السوق، ده اول حاجه هتقدر تعملها كتسويق. نمره اثنين، مش عيب خالص ان انت تشتغل على ماركتنج سكيلز وان انت تسوق نفسك از ديزاينر، بس يعني يفضل ان الكاركتر اللي بتحاول تعمل له اكسبوجر اكتر ده او تعمل له اكسبريشن بطريقه اعلى يكون برضه في الاخر انت يعني، ما تروحش تقلد حد في لبسه او في طريقته او في بيتكلم ازاي ومتخيل ان ده هيخليك ديزاينر خالص، خليك في الاخر انت، البس اللي مريح ليك، اللي حاسس ان انت فيه شيك، تقدر تستعين باصدقاء لحد بيفهم في النقطه دي. فده جزء ثاني. ثم بدات تدخل لانك تبقى كوربريت او تبقى مؤسسه او تبقى مكتب صغير او استوديو، فازاي تقدر تعمل البراندنج بتاعك اللي له علاقه ب اول حاجه الفلسفه بتاعت شغلك، ثم تختار على اساسها هتطلع فيجوالز عامله ازاي، سواء لوجو او كلر باليت او البيزنس كورس بقى او الابلكيشنز يعني بتاع، سواء بيزنس كورس او الستيشنري بتاعتك او هتعمل جيف اويز ايا كان، وهتطلع ازاي شكل السوشيال ميديا بتاعتك، بغض النظر انا اخر حد ينفع يتكلم عن ده لان انا فاشل جدا في الحته دي، بس في الاخر انت بتوحد الايدنتيتي، ان انا في الاخر لما اشوف السوشيال ميديا او الويب سايت بتاعك او السوشيال ميديا شانلز يعني او الويب سايت بتاعك او موبايل اب لو انت عارف عامله، فانا شفت كده فهمت ده كده كله على بعض. فدي مراحل لها علاقه بان شغلك اول حاجه بتسوى لك، ثم ابدا اشتغل بالماركتنج استراتيجي. ثاني نقطه من السؤال، كيف يمكنني الحصول على المعلومات او الاماكن التي اتعامل معها لتقييم منتج ثم عرضه في السوق؟ لو انت قدرت تبقى ديزاينر شاطر وعندك منتج خرج حقيقي متنفذ شاطر، انت شاطر يعني فطلعته ناجح بنسبه كبيره جدا، فاول حاجه تقدر ان انت تعرضه في اماكن، مش لازم تبقى واو قوي، في اماكن احيانا عرض بتتعمل او ايفنت يعني بتلم من كذا ديزاينر كذا حاجه، فممكن تشوف ايه هي الاماكن اللي بتعمل ده او ايه هي الايفنت تتواصل معاها. ولو انت واحده واحده بدات يبقى ليك اسم بيقول انك بتطلع منتج كويس، فده هيكون اسهل بكتير، وبعد فتره هتلاقي اوريدي الاماكن دي نفسها كمان هي بتتعامل معاك، الى جانب اصلا ان الاماكن دي او الايفنتس دي في الاغلب جدا قبل ما بتبدا الايفنت بتاعها بشهور بتعمل كول ان هي عامله ايفنت، فلو في ديزاينرز حابين ان هم يعرضوا بيحصل ده، في اماكن بتدفع لها فلوس او ايفنتس بتدفع فيها فلوس، في ايفنتس بتتفق ان هي هتبيع وهتاخد برسنتج منك، احيانا بتكون 30% ل 40%، وطبعا لو انت ديزاينر قوي جدا جدا فهم اصلا اللي بيطلبوك عشان تكون جيست اوف اونر او ضيف شرف. اللي بعده، لو انا حديث التخرج وقدروا عايز اطور من نفسي خاص بيه اعمل ايه في الفتره دي، وازاي ازود معلوماتي بحيث اسهل عليا اكتر لما اشتغل؟ طيب اولا خلينا نتفق ان اوريدي الماركت ده ماركت اسكندريه عموما من زمان هو في مشكله، ودايما المرتبات هناك اقل ودايما عدد المكاتب اقل، ففي كتير ليا اصدقاء كتير من اسكندريه كانوا زملاء معايا في مكاتب كتير يعني، بشتغل في مكاتب وانت منين وانت منين وبتعرف على بعض، على الاغلب كانوا بيكونوا من اسكندريه. ف اطور ازاي من نفسي، فاحنا قلنا السورسز دي قبل كده، اشتغل كتير جدا، اتفرج على حاجات كتيره جدا تعلي الستاندرد بتاعتي، لان انا كل ما بعلي الستاندرد بتاعت عيني اللي عيني بتشوفه بيعلى الستاندرد عندي في الديزاين كواليتي اللي عايز اطلعها او الليفل اوف ثينكينج في الديزاين اللي عايز اطلعه، ثم اشتغل واحاول اخد خبره في ان انا ازاي انفذ واعمل الكلام ده كله. السورسز دي شرحناها كذا مره، وبخصوص ان انا ازاي افتح البيزنس بتاعي او المشروع الخاص بي قلنا ده برضو المره اللي فاتت بصوره مفصله شويه، وهنقولها برضو دلوقتي سريعا. يكون في مبدئيا باك جراوند لها علاقه بمشاريع انا صممتها ونفذتها، يكون مبدئيا عندي اوت لاين له علاقه ب ازاي اتعامل مع
كلاينت، ازاي اكتب عقد، وازاي اتفاوض، ثم ازاي اقدر اوصل كل مشروع انه ده يحصل، ثم ازاي اقدر اعمل كوردينيشن بين ثلاث اربع مشاريع جات لي، ازاي انظم وقتي بينهم، مشروع هيتسلم في شهر مارس، مشروع هيتسلم في شهر مايو، مشروع هيتسلم مثلا في ديسمبر، وهكذا. السؤال اللي بعده بيقول لو في مصر معظم الشركات بتهتم بالبرامج واخراجها مش بتهتم بعمليه التصميم ووظيفته، اعمل ده مع نفسي ازاي بحيث لو جات لي فرصه شغل بره مصر او في مكان بيشتغل بنظام معين ما بقاش بدون خبره او مجرد بطلع صوره بس. اولا انت مش بتعمل ده اصلا عشان تشتغل في مكان، انت بتعمل ده عشان انت تكون ديزاينر محترم، شخص بيحترم نفسه، ولما يقف يبص لنفسه في المرايه يحس ان هو في الاخر شخص محترم وديزاينر بيعمل اللي عليه فعلا، بيتعب عشان يطلع اللي عليه فيبقى اتقن عمله. فالمنظومه بايظه، السوق عايز كده، بس اوكي مفيش مشكله، اعمل اللي انت اللي عليك من نفسك، يعني حل وظائفك مظبوط، حل بلاناتك مظبوط، صمم فرشك مظبوط، تكون العناصر كلها مظبوطه، ولما تطلع والله صوره حلوه كده انت اصبحت بتعمل حاجه عظيمه جدا. لكن فكره ان السوق عايز ريندرنج بس، لا، انت ساعتها هيبقى على فكره مسماك الوظيفي اصلا في المكتب فيجواليزر، وده بقى بيطلب رسم دلوقتي، بيطلب صريح بمنتهى الصراحه، احنا عايزين حد بيرن، حد بتاع اظهار. دي مش حاجه عيب على فكره، بس يعني لو انت عايز تبقى ديزاينر لازم تعمل ده، عايز تتخصص انك تبقى فيجواليزر اتس اوكي. وقلنا قبل كده ان مش كل الناس فراوده، ومش كل الناس ديزاينرز، ومش كل الناس هتبقى من الديزاينرز العظماء، بس على الاقل تكون فير مع نفسك وعادل وواقعي وحقيقي مع نفسك، صريح يعني انه لا انا حاسس ان انا لاقي نفسي في الفيجواليزيشن. اوكي، ما تقولش على نفسك عايز ديزاين، قول على نفسك انك تقدر تطلع صوت حلو. وده مش عيب، في حد شغلته بيطلع رسومات تنفيذيه كويس، في حد شغلته ان هو ازاي ياخد الرسومات التنفيذيه دي يطلع منها بي او كيو كويس، فيلز اوف كوانتيتي وكميات ومواصفات، حد شغلته بقى انه ياخد كل دول ويقدر ينفذهم كويس، وهكذا. متاح انزل تدريب مع حضرتك؟ جاوبني على السؤال ده في اول محاضره. نبعت ايميل في سي في، في معلومات فقط، مش مطلوب منك طبعا خبره ولا اي حاجه، ولو في بعض الشغل بتاعك يفضل تبعته بس عشان نقدر نقرا دماغك. احنا بنرتب الكلام ده باولويه الناس اللي بعتت، بنرقمهم والله، بنعمل لهم كلهم سيرينج. في فرق بين الناس اللي مقدمه على الشغل والناس اللي مقدمه على التريننج، اللي مقدمين على التريننج مش مطلوب اي حاجه غير ان هو يبعت بس ده، ياخد وقت يعني رقم، وان شاء الله احنا بنبدا نتواصل معاهم. مش لازم يبقى دايما حالا السيزون ده، احيانا بتبقى الاعداد كبيره يعني. ففي الاخر احنا بنحطهم في اعتبارنا، كل حد بينزل بيشتغل شهرين، ومش بننزل حد في المره، بننزل تقريبا اثنين، وبنبدا نعمل بينهم اوفرلابنج. اخر نقطه، انا مش حجم مكتبي المكتب العظيم المؤسسي اللي فيه 300 مهندس، يا جماعه احنا في الاخر استوديو يعني مرينا بدروبس واب اند داونز، فحاليا احنا عددنا مش كبير، فاحنا مش المؤسسه العظيمه يعني اللي الناس تحب تنتمي ليها قوي. في الكوميرشال ديزاين، هل لازم في توزيع البلان يكون في موفمنت قوي انواع، ولا في الكترونكس از اكزامبل الموفمنت فيه المفروض تكون هاديه شويه، مراعاه من ر الف عين ت مربوطه عليها تنوين، مش ميم ر عين الف عليها تنوين، مراعاة لحساسية المعروضات، ولو عاملة حيطة واحدة التوزيع عليها سيمتريك وباقي المحل مش كده، ده يقلل من جودة البلان في حاجة، يعني فكرة السيمتريك أصلا مرفوضة في الكوميرشال ديزاين. مفيش حاجة مرفوضة ومفيش حاجة مفروضة، مفيش حاجة لازم تتعمل ومفيش حاجة مش لازم تتعمل. طيب أنا ده بالذات هرد من وجهة نظري، مش هينفع أرد أكاديميتي. علمونا في الكلية إن ما ينفعش تعمل ديد إند بسرعة، يعني إيه؟ يعني ما ينفعش تبقى ماشي بسرعة وتلاقي آخرها حيطة. أنا شخصيا بعمل ده، بس دايما بحط في الطرقه دي فيستا، بحط فيه حاجه اوبجكت لطيف، قد اكون انا حمار واللي انا بعمله ده غلط تماما، بس في الاخر انا انا شايف، او بلاش انا شايف، في الثرو التجارب اللي طلعت ده كان لطيف، الكلاينت قبله وانبسط بيه ومحدش كان متضايق جدا. طبعا ده مش بنعمله بالطريقه الاكستريم، يعني احنا مش بنعمل طرقه الهدف الطرقه بس، يعني فكره انه البيبان انتهت يمين وشمال ومجبرين ان في حيطه في الاخر. كان المدارس القديمه تقول لك ايه، لا بص انت اعمل ريسيت
وافتح فيها باب الغرفه الاخيره. طبعا انا حاسس ان ده بيعمل يعني anyway ده مش الحاجات اللي انا بفضلها، فما فيش حاجه مفروض. الفكره كلها ان انا عندي فانكشن، الفانكشن دي فيها ثلاث حاجات مهمه جدا في الكوميرس. اول حاجه نوع المعروض عباره عن ايه ومقاساته ايه، نوع المعروض ايه ومقاساته ايه، فبناء عليها هعرف ايه انسب طريقه عرضي ليه، والمسافه اللي محتاجها اليوزر عشان يشوف المنتج ده من بعيد، يشوف المنتج ده ويتفاعل معاه ويحصل انتر اكشن. مثلا لو انا بتفرج على الكترونيك زي الاكزامبل اللي محطوط، فالطبيعي جدا ان انا محتاج اشوف السكرين دي، لو مقاسها ان انا محتاج يبقى في مسافه اقدر اشوف السكرين، ما بقاش لازق في السكرين. ثانيا يفضل ان السكرين دي ما تبقاش متاحه ان انا استخدمها وافضل افتح واقفل فيها، فاعرض السكرين اللي معروض عندي دي او الديمو دي لان هي تبوظ بسرعه. عكس لو انا بعمل محل اكسسوار، وبالذات لو الاكسسوار ده انا بلمه وبروح احاسب مثلا، او بحب اشوف عايز اشوفه او اجربه، اكسسوارات موبايل زي الجرابات مثلا، وباي ذا واي ده ديزاين في الاخر يا جماعه، يعني وات ايفر لو البرودكت تافه جدا بالنسبه لكم فهو في الاخر ده ديزاين، فانا محتاج امسك الجراب واشوفه وبتاع، فببقى محتاج ابقى قريب منه. فاول حاجه تاني عشان ما حدش يشوف، نوع المعروض ايه ومقاساته ايه، تاني حاجه طريقه عرضه، ثالث حاجة المساحة اللي أنا محتاجها كيوزر أتحرك فيها عشان أشوف المعروض كويس. بس غير كده مفيش أي رولز بتتحط إلا اللي إحنا قلناه قبل كده، إن أنا عندي كونسبت قد يحقق الوظيفة فقط، أو في رؤية لها علاقة بإن أنا أطلع جماليات. باي ذا واي البراندنج بتاع الكوميرشال ده كونسبت، يعني جزء من تطلية البراندنج ده كونسبت، وأعتقد كان كريم وقال يتكلم فيه مره انه احيانا ده بيحصل ان الديزاينر نفسه بيطلع كل ده، واحيانا بيحصل الكوبريشن ده بين الشركه بتاعت البراندنج والانتيريور ديزاينر او الديزاينر عموما. الفكره انه عملت بقى الفانكشن، حليت الفانكشن بفورم، الفورم دي حصلات تطوير فلوس مراحل تطور المشروع، لازم يبقى عندي هرم دي لازم بقى هنا، اللي هو في الاخر لو ده ما حصلش هيبقى الموضوع فيه مشاكل مع الناس. ده المفروض، ده اللي مطلوب. غير كده اعمل بقى المشروع كله سيمتريكال، اعمله كلاسيك، اعمله ديكونستراكشن، اعمله اللي المهم ان انا بعمله ده، اللي ده يكون له علاقه بطبيعه المشروع. يعني ما ينفعش اشتغل الكترونيك انا مثلا، بلاش اقول ما ينفعش، يعني مش منطقي ان انا اشتغل الكترونيك مثلا ستور واعمله فيرناكولر ايجيبشن مثلا، اعمله حاجه مصري ريفي، يعني مش منطقي. فطبيعي الاتجاه اللي بقرره من الاول يكون بيعبر عن الكيس، بس غير كده مفيش اي ثوابت خالص. تعمليه سيمتريكال، تعمليه بس يعني يفتح الشباك يقفله، يعني لو هاخد اكس نص وهحترمه فيحترمه واخلي يميني زي شمالي، او لو هشتغل على ثلاثة ثلاثة خليهم زي بعض، باكيات متساويه متقسطه خليهم زي بعض. لكن في ناس تقول لك اصلا انا ما بحبش السيمتريه، فهو حط الاول اكس بعدين راح مخلي اليمين في دي فوق عن الشمال، فهنا البالانس بوز او الهارموني بوز. بس بالنسبه للسب كونشس على مشروع لو سمحت يا باشمهندس برضو النت طائر، الناس ربطته قوي، فممكن نستخدمه كاكزامبل مع بعض. طب الواي فاي، انت عارف ان النتورك احيانا في مصر، او مش احيانا، النتورك في مصر قذره جدا، فهي بتعلى وبتوصل بتروح وتيجي. يعني كده افضل شويه يا محمد؟ تمام، ظبطت كده تاني. اوكي. بالنسبه للسب كونشس، كنت عامل مشروع فيه تجريد لحركه جناح طائر النسر، بس ما عرفتش اعرضه او اعبر عن خطوطه قوي، فممكن نستخدمه كاكزامبل مع بعض تورينا الخطوات عشان نوصل زي مثال الكرسي اللي شفناه. طيب مبدئيا كده انا ما اعرفش انت اركتكتشر ولا انتيري، يعني بتصممي اوبجكت ولا هتصممي مبنى، لانه دي من الحاجات اللي بتطرح اغلبها في الاركتكتشر بروجكت. يعني فلو انت اركتكتشر ديزاين ديزاينر، يعني بلاش نصمم في اللاي اوت، ارجوكي ارجوكي. يعني الناس عارف ان هي بتصور بدرونز دلوقتي وبتركب طيارات وكل حاجه، بس دي الحاله ال 2% من اللي بيتعامل مع المشروع. ف
صميميه انه يكون التعبير بتاعه في الفراغ اللي اليوزر بيتعامل معاه. ولان دي عايزه محاضره طويله جدا كاركتكتشر، وانا ما اعرفش يعني احنا اركتكت اكتر ولا انتيريور ديزاينر، فمبدئيا نبعد عن ده تماما. لو انا انتيريور ديزاينر او انا ارتست عايز اعبر عن ده، فاول حاجه لازم ادرس الجناح ده عامل ازاي، عايز اخده في انهي موفمنت، عايز اخده في حركه وهو مفروض بالكامل ولا هو مش مفروض. ادي نمره واحد. نمره اثنين، اللي انا خدته ده عايز اتحرك بيه في انهي اتجاه فني، زي ما في اتجاهات في التصميم المعماري واتجاهات في التصميم الداخلي، في اتجاهات في المدارس الفنيه، في مدرسه تعبيريه كويسه جدا باخده بتفاصيله وبنحته وبطلعه، في مدارس تجريديه جدا، فلو انا هجرده يبقى على الاقل يبقى عندي الاوتلاين بتاعه. دي نمره واحد. نمره اثنين، نسب الاوتلاين ده تكون قريبه من النسب بتاعته، لو حبيت ازود بعض الديتيلز اللي توحي بان ده مثلا جناح ما احطها بس. فموضوع ليه علاقه بالنسب، مش ان انا اخد حاجه واقول انا استوحيتها واطلع حاجه ثانيه خالص بعيده عنها، فاليوزر مش هيقراها مش هيفهمها. وما هي البرامج المستخدمه في البرزنتيشن للمنتجين اللي حضرتك انتجتهم؟ احنا كسوفت وير، او انا شخصيا كسوفت وير، انا بشتغل سوفت وير اسمه اركيكاد، بعمل بيه الديزاينز بتاعتي والتكنيكال درونز وال 3 دي فايلز، ولما بنيجي نعمل ريندرنج بنعمل اكسبورت على سوفت وير اسمه توين موشن، هو كومباتبل مع الاركيكاد وبيقراه. بس في المنتجين دول تحديدا احنا اللي كنا بنعرضه كبرزنتيشنز يعني في ال 3 دي كان ريندرنج الاركيكاد الطبيعي البيزك، حتى ما كانش هدفنا ان احنا نطلع ريندر واو، لان وي وير ذا كلاينت يعني. سوري يا جماعه انا بعتذر، جالي تليفون فعملت كانسليشن يعني. فاحنا كنا الكلاينت اوريدي، احنا بنصمم لنفسنا، فكنا في الاخر بنطلعه بالريندرنج دي. الصور اللي احنا شفناها دي كانت صور حقيقيه موجوده اوريدي في السايت بتاع المقارنه او الكرسي الاحمر لما اشتغلنا فيه مع الماضي. السؤال اللي بعده، محتاج اعرف اماكن تدريب كتير ومكاتب واماكن اجيب منها كتالوجات. اماكن تدريب كتير بمعنى كورسات ولا اماكن؟ لو اماكن كورسات ففي في مصر كارير جيت، لو عايز اشتغل اونلاين دوميستيكا ويب سايت لطيف جدا عليه كورسز واسعارها مش غاليه قوي، وفي ماستر كلاس كمان عليه كورسز اعتقد الشهر بيوصل احيانا ل 40 و50 دولار. مكاتب، لا مكاتب دي اعمل ريسيرش على الانترنت يعني، شوف ايه المكاتب الموجوده وقدم عندها وشوف متاح عندهم تريننج ولا لا، لان انا ما اقدرش اقول ده طبعا يعني، ما اعرفش انا شخصيا يعني، او علاقتي بيهم في الاخر ان هو كومبيتيتور بذاكره وبتفرج على شغله وببسط احيانا لما بيعمل حاجه كويسه وبس، لكن ما اعرفش تفاصيل الدنيا عنده عامله ازاي. اماكن اجيب منها كتالوجات، طيب السؤال ده كان اتسال برضو الكريم بس مش مشكله هنجاوبه تاني. اولا انزل انت كرييت يور اون كاتالوج، انزل لف خد حتت بتاعتك تشتغل بيها، او روح البراندز الكبيره، بس عشان نكون منطقيين طول ما انا لسه صغير مش معروف قوي، فانا بعمل ده بنفسي، انا اللي بنزل الم عينات الرخام، اخد حته صغيره واكتب عليها بقلم، احط عليها ستيكر لطيف واقول والله دي كرارة ايطالي، ده كرارة تركي، ده امبرادور، ده دابل بلاك، ده وهكذا. في القماش نفس الكلام، في الخشب نفس الكلام، في الطبيعي سواء طبيعي او صناعي وهكذا. بدات اكبر شويه اقدر اروح باخد كاتالوج من اماكن بقى، لان انا بقيت ديزاينر اتليست، لو انا مكتب حتى لو انا ناشئ صغير باخد البيزنس كارد بتاعتي، بطلب مكان بطريقه شيك لطيفه جدا، بقول له بعد اذنك انا محتاج تبعت لي، يا اما تبعت لي اونلاين كاتالوج، يا اما انا محتاج برنتد او كاتالوج او هارد يعني كوبي، وبديله البيزنس كارد بتاعي ببساطه شديده وبستنى منه ان هو يبعت لي ده. وحاليا ما بقاش مطلوب قوي ان انا يبقى معايا الكاتالوج كله هارد كوبي يعني، احيانا بيبقى في الاخر يكفيك الديجيتال، لان انت بتاخد عارف ان ده التكتشر وانت عارف الملمس بتاعه عامل ازاي وعارف هو اوريدي البيهيفير بتاعه عامل ازاي، فانت بتحتاجه از تكتشرنج، عايز تعرف بس الكود بتاعه انه بيتباع في الحته الفلانيه بالسعر الفلاني. انا خريجه عماره 4 سنين، اشتغلت فيها حوالي سنه وبقالي سنتين انتيرير، ولاقيه نفسي في الاثنين بس خبرتي اكتر بقت في الانتيرير، احاول ارجع للعماره ولا اكتفي بالانتيرير؟ انت شوفي انت بتحبي ايه وانت نفسك تبقي ايه. انا شخصيا بحب العماره جدا، فانا بحاول اركز فيها على قد ما اقدر، مش دايما شغلها كتير،
وبيجي احيانا معاها انتيريور. انا بحب الاثنين بس العماره بالنسبه لي اكثر، فبحاول دايما ان انا ما انساهاش وافضل بشتغل فيها وبركز فيها. ولو انا شخصيا انا كعبد ربه ده من بروجكت ده والبروجكت ده، فانا هشتغل الاثنين برضه. سؤالي خاص بالمسابقه، هل مساحه ال 60 متر بتشمل البروز مثل التراس او البلكون؟ خاصه اننا بنصمم شقه لدور متكامل، يبقى السؤال مقفول مش هستغلها اي استغلال اخر. بالنسبه للكرسي الاحمر الكرتونه مضغوط، هو ازاي نحسب قدره تحمل الكرسي وزن قد ايه؟ هل هي في برنامج متخصص لكده؟ لان خامه الكرتون بدا استخدامها فعلا وناجحه وموفره، ومش عارفه ازاي مع ان الكرتون المفروض ضعيف. طيب اولا الكرتون لوحده ضعيف، الاستراكشر سيستم اللي تم تجميع بيه اللاير بتاع الكرتون مع بعضه في الاكس والواي اداله نوع او اداله سبنس اكبر. ازاي بنحسب ده؟ لا ما حسبناهوش بسوفت ويرز، الموضوع كان ابسط من كده بكتير. كان ممكن يجيب سوفت ويرز بتاعت مهندسين انشائيين بيدخل الكثافه بتاعت الماتيريال وبيدخل لها المقاسات بتاعتها، وليه عنده هو الانبوتس اللي بيحطها يعني، فبيطلع ده يشيل قد ايه. واحنا في الاخر مش بنشتغل ار ان دي على ماتيريال مثلا هتطلع لنا بلاطه او قطاع انشائي ما فعايزين ندرسها فبندخلها على مكابس عشان نشوف هي هتطلع لنا ده. لا احنا في الاخر بنعمل فرنتشر فيه، فاحنا في الاخر بدانا نحط عليها الاوزان بالبلدي جدا بمنتهى البساطه، وبعدين نشوف هتتحمل لحد فين وهتبدا الدنيا بتبوظ فين. بس الموضوع في الاخر فرنتشر فيه، يعني في مكابس موجوده متاحه لده، مكبس بينزل ليه وزن، هو بيقول لك الضغط ده يوازي وزن قد ايه، بينزل لحد ما بي 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 بيحصل اول ما يبدا يحصل البيك بوينت دي اللي يتكسر، بعدها قطعه الفرنتشر دي بتبقى عارف انت وصلت فين. وباي ذا واي ايكيا نفسه كان حاطط ده احيانا في سيميليشنز في قطع فرنتشر عنده، يعني ايكيا اللي في مصر الستار فيستيفال سيتي. لو انا مش خريج هندسه هل ممكن ارد سريعا تاني؟ احنا ردينا على السؤال ده كتير جدا، روحي ادرسيه وتعلمي الفيزيكس بتاعته ودائما مارسيه لو انت حابه الكارير. لو انا مهندسه معماريه شغاله في مكتب هل ممكن اشتغل انتيريور ديزاين جنب شغلي الاساسي؟ نفس الاجابه بتاعت المره اللي فاتت بتاعت السؤال اللي قبله، انت حابه اي حاجه او انت حابب اي حاجه روح جرب فيها، بس اتعلم الفيزيكس بتاعتها وبتتعمل ازاي ثم اشتغل على اساسها. عايز تجرب مع نفسك في البيت اتس اوكي، بس ما ينفعش لو طلعت منتج واحد وجا معاك بالصدفه ونجح تقول على نفسك ان انت الديزاينر اللي بيعمل الحاجه دي، ما ينفعش. وهكذا. Kindly speak in detail about environmental interior design and everything we can do to achieve thermal comfort and minimal energy consumption for both finished and under construction apartments. With specific details about materials used and where to acquire them. More details than last lecture. طيب انا اسف لو more details than last lecture، فواضح ان انت سمعت last lecture، فده lecture لوحدها كامله مرتبطه من الاول بالانفلوب الداخلي لحد الخارجي، انا اسف لحد الداخلي بالتفاصيل بحاجات بالبرزنتيشن. دي lecture هتحتاج على الاقل 3 ساعات، فانا بعتذر عن ان انا اقدر اجاوب السؤال ده بالتفصيل اكتر من المره اللي فاتت، لانه لازم يبقى فيه بقى ساعتها examples و cases حاجات نشرح عليها. بس احنا حاولت على قد ما اقدر اجاوب السؤال المره اللي فاتت وجاوبته مرتين، مره في السؤال الاول المينيمم وبعدها باستفاضه شويه. شرح المدارس التصميميه وستايل الاساس والوان كل ستايل ومراجع اقرا منها اكتر عن التصميم الداخلي، اطور نفسي ازاي في تصميم الاساس؟ طيب محمد انت معايا سامعني صح؟ معاك يا هندسه. هستأذنك تفكرني في اخر المحاضره هقول اسماء كتب ليها علاقه بالتصميم الداخلي خلاص عشان ممكن تمام انسى، انا مجهز الفايل وكل حاجه بس انا ممكن انسى فعلا. تمام طيب بالنسبه لشرح المدارس التصميميه والستايل الاساس، دي محاضره كبيره يعني، هي ما تنفعش تبقى في محاضره، ده كورس اوريدي بيتاخد. عشان كده انا مبدئيا المره اللي فاتت اديت التاسك الاساسيه، انا ما جاليش لحد النهارده اي كونفرميشن هل احنا عملنا التاسكايه دي ولا لا، فارجوكم تواصلوا مع اي دي اس ثرو كويشنير او ثرو اي حاجه عشان نقدر نعمل محاضره نقول فيها الكلام ده باقل اختصار ممكن بما يسمح بيه وقت المحاضره، لان احنا
المفروض دي كانت اخر محاضره لينا يعني مع بعض، بس ممكن نأكستند مره او مرتين كمان ان شاء الله. ما هو الفرق بين الكونسبت والاتجاه في التصميم الداخلي؟ اوكي، الكونسبت هو فكره مجرده، الهدف منها يا اما اخترع اعمل انفنشن عشان احل مشكله ما عندي، او عشان اقدر اعمل براندنج وابيع المشروع بطريقه شيك، براندنج وماركتنج للمشروع بطريقه شيك. لكن الاتجاه نفسه ده المدرسه التصميميه التي لها فلسفه، لها رول بمشي عليها، لها فرنتشر بيسز معينه، لها اكسسوارز معينه، لها فيتشرز معينه. انا بقى بعد كده عايز اعمل فيوجن، عايز ادخل كذا اتجاه في بعض، ده قصه ثانيه. لكن في الاخر الكونسبت احنا زي ما قلنا هو فكره عامه، بعد الكونسبت بحدد الثيم مبدئيا اللي هشتغل فيها، وبحدد الكالر باليت، ثم الاتجاه اللي هشتغل فيه او الستايل. في تصميم المطاعم، هل يقوم المصمم بتصميم مطبخ المطعم ايضا ام انه هناك شركات متخصصه بمطابخ المطاعم هي من تقوم بتصميم وتنفيذ مطبخ المطعم؟ لا، في شركات متخصصه ده دورها. احيانا لو سكيل المطعم صغير، بعد مع الاكسبيرينس تقعد كديزاينر مع الشيف المسؤول عن اوبريشن المطبخ، الاوبريشن نفسه بتاعه، وبتقترح بشرط ان انت تكون عارف مقاسات الاجهزه اللي موجوده في السوق، لان هي اوريدي في نوع مستورد وفي محلي، الاثنين بينهم اختلافات في المقاسات، ولازم تبقى مستوعب ان البوتاجاز بتاع المطعم غير البوتاجاز بتاع البيت وهكذا. وما بالكوش دعوه بالاعلام بتاع يونيون اير ولا يونيفرسال، ده اللي جابوا فيه سيف حسن يقول ان هو بيشيله بتاع، قد يكون، بس احنا في الاخر ما بيحصلش سيلكشن ليه قوي يعني. هل هناك اماكن ممكن احصل من خلال على كتب تتحدث عن اساسيات تصميم المطاعم وايضا الرسومات التنفيذيه فيها؟ اساسيات التصميم ممكن يعني نقول حاجه لها علاقه بيها منها، اولا تايم سيفر ونايفرت، فيهم اساسيات التصميم كلهم، ونايفرت تحديدا في حته المطاعم والترابيزات والمسافه بين كل ترابيزه والثانيه وعدد الاشخاص، اوبشنز كثيره قوي في توزيعات الكراسي دي موجوده في نايفرت، ده بكامل له علاقه بالمطاعم. الرسومات التنفيذيه انا رديت المره اللي فاتت في النقطه دي، انا شخصيا ما اعرفش، ممكن ادور، انا ما عنديش ريفرنس ان انا بروح ارجع لكتب رسومات تنفيذيه لها علاقه بالموضوع، بيبقى من خلال الاكسبيرينس او ان انا بروح افهم الحاجه بتتعمل ازاي وانا بعمل لها رسومات تنفيذيه. Recommended online courses website to learn new skills. طيب لو انا عايز امرن عيني ان هي تتفرج، اركن بنترست يا معلم على جنب، عندك ارش ديلي، ارش تو او، اركيتايزر، فلور نيتشر، ديزين. عايز اخد كورسز في ماستر كلاس وفي دومستيك. لما اعمل ديكور انوفيشن للكلاينت بيكون لي نفس البروسيس اللي باخدها لما اجي اعمل فروم اي تو زي ديكور فور بروجكت فروم، وبقدر شغلي انا فيه ازاي كاني ببدا ديزاين جديد؟ بتقدر شغلك فيه ازاي؟ دي انت بتقدرها depends على عدد الساعات اللي تشتغل فيها، عايز تقدره از انه ديزاين في الاخر هو ديزاين بالكامل انت بتكون فيه، انت ديزاين بروسيس انت بتعملها، مالهاش علاقه بان هو انا اسف، هو لو انت قصدك في رينوفيشن بروجكت انك في الاخر هتدخل تحط شويه باتشات زي تعيد دهانات، ممكن تختار الفرش بس، فده انت بتحدد الاتعاب depends على المراحل اللي انت اشتغلتها تساوي قد ايه كبرسنتج من المراحل الطبيعيه للمشروع. لكن لو رينوفيشن لبروجكت مثلا له قيمه تاريخيه او حاجه مهمه او فانت هتري ديزاين على ده، ديزاين بروسيس، واصعب بكثير من ديزاين بروسيس الطبيعيه ان انا ادخل على الفراغ على المحاره يعني. فلا، ده دي حسبه ودي حسبه ثانيه خالص حسب تعريفك للرينوفيشن للبروجكت. انا خريج 2016، اشتغلت شويه انتيرير وتعلمت حاجات كتير، وبعدين اتجهت شويه للبلاننج اند كونتراكتنج، كنت باخد من فتره للثانيه فريلانس انتيرير ديزاين بروجكت، وحاولت افضل طول الفتره دي بتابع بقدر الامكان المعارض وابديت الماتيريال، واني افضل عيني شايفه ومتابعه كل جديد في الصرف والافكار والخامات. دلوقتي انا حابه قوي ارجع للانتيرير وازود كمان معلوماتي باني احاول انزل تنفيذ زيارات الموقع عشان الاثنين يكونوا مربوطين ببعض عندي. واحد، هل عند حضرتك فكره او لو في اماكن انتيرير ديزاين ماسترز عشان اكون مذاكراها اكتر وكمان في شهاده معايا ليها؟ انا قلت هنا اعتقد من الاماكن اللي بتدي كورسز لطيفه كارير جيت.
او اونلاين على ماستر كلاس او دوميستيكا، او لو عند حضرتك اي نصيحه تانية كمان اقدر اشتغل بيها على نفسي اكتر. نفس النصيحه اللي بقولها دايما، نتفرج كتير ونشتغل كتير ونحاول نعلي دايما الستاندرد بتاعتنا لما بنتفرج. وانا عايز اقول حاجه، انا ليه قلت نركن بنترست على جنب ونتفرج على السايت دي؟ ان في فرق بين السايت دي بيجيب لي ديزاين بروسيس الديزاينر قام بيها ازاي فروم سكراتش لحد ما المشروع طلع، وان انت في بنترست. احنا قلنا حتى الكلام ده في المحاضره بتاعت يوم الجمعه اللي هي كانت مفتوحه، اللايف المفتوح، انه في بنترست انت بتشوف المنتج النهائي بس من غير ما تفهم ايه اللي وراه. فدي النقطه يعني. I have joined interior design sessions on Domestika. Any more recommendation for masters and advices to improve and connect real design world master classes؟ ثم ممكن ابدا اقدم بقى في جامعات بره زي اي دي اي روما مثلا، ده بيدي متخصص في حاجات عنده ليها علاقه بالاركتكتشر وحاجات ليها علاقه بالانتيريور ديزاين، وكمان في شهاده الماستر وفي فرنتشر ديزاين، في كل ده من اول الديزاين بي اي او الدبلومه نفسها لحد الماسترز وهكذا. ازاي برضو اقدر اتدرب واجرب نفسي في الفرنتشر ديزاين والتنفيذ، خصوصا ان اغلب المكاتب دلوقتي بتتجه انك تبقى مهندس على الكمبيوتر او تنفيذي، قوي نادرا ما بيكون في فرصه تجمع بين الاثنين. شكرا لحضرتك. اذا ذاكر اعرف الفرنتشر من اول الديزاين ريكويرمنت بتاعته عامله ازاي، دي موجوده في كتب زي فاين سيفر ونايتريت، ثم ابدا اصمم الكلام ده وابدا اشوف ازاي اقدر اتنفذ ثرو المرحله اللي انت بتعملها. لو انت مطلوب منك تكون بتشتغل على الكمبيوتر في المكتب، خلص شغلك اللي مطلوب منك واطلب اكسترا ان انت تنزل ساعه او ساعتين سايت تتعلم الحاجه بتتنفذ ازاي او الورش. البورتفوليو من اكثر الحاجات اللي في مجالنا، انا اسف انا في اسئله ما بطولش قوي في اجاباتها لان انا ببقى جاوبتها كذا مره. البورتفوليو من اكثر الحاجات اللي في مجالنا تقدر تاهلنا لسوق العمل وتخلينا بنقبل او نترفض. مظبوط. نصايح حضرتك تقول لنا عليها عشان البورتفوليو بتاعنا يكون كويس ويتبص عليه وما يتعملوش في التريس ونوصل لمرحله الانترفيو والقبول. اولا تكون عندك ديزاين كواليتي كويسه، يفضل ان انت تكون قادر تطلع ريندرنج كواليتي. لو انت اشتغلت في مكتب وطلعت رسومات تنفيذيه محترمه بسكيل السوق از كواليتي، حط سامبلز منها في البورتفوليو بتاعك، خلي البورتفوليو بتاعك مترتب كويس جدا، متنظم، فيجوالي واضح، بلاش يبقى زحمه، بلاش الحبشتكنات والحركات بتاعت اللول والحاجات اللي جايه من هنا لهنا والتمبلتس اللي موجوده، اعمله انت بمنتهى البساطه، تكون المعلومات واضحه ومختصر مفيد، اقرا في 10 صفح ل 12 15 صفحه بالكثير قوي اقدر اشوفهم از ديجيتال كوبي وابقى سعيد، مش 20 قوي او 30 حاجه، فيهم حاجات كتير ما لهمش البيست اوف من شغلك عموما وهكذا. انا اسف هتشينج السماعه عشان دي خلاص. محمد انت كده سامعني؟ اسمع حضرتك محمد، سامعك يا باشمهندس، سامعني؟ اوكي بتشيك بس ان السماعه شغاله عشان ما ابقاش بتكلم على الفاضي. لا انا سامعك تمام. تمام. طيب ينفع اشتغل الفرش والتصميم بالشكل اللي اشوفه مناسب للكونسبت بغض النظر عن الستايل او الاتجاه، ولا المفروض بحدد ستايل معين؟ يعني لو انت مش محدد اجبارا فانت اتليست البروسيس اللي انت بتتحرك فيها بتوديك دايما لاتجاه، انت مش هتخترع العجله. يعني لو انت عايز تخترع اتجاه تصميمي جديد يعني ده حقك طبعا، بس اقصد في الاخر انت هتروح في حته، الفرنتشر سيلكشن هيبقى رايح في حته، الخطوط بتاعت السبيس رايحه في حته، في الاخر ده بيقول انت السبيس رايح فين. ليه في رايك لما بنشوف البيوت المصريه العاديه اللي لما يتدخل مصمم ديكور تنفيذي بنلاقي اغلبها مالهاش ستايل، والعكس فيها كتير، والعكس في بيوت الاجانب اللي بيعملوها بنفسهم، والعكس في بيوت الاجانب بيعملوها بنفسهم. مش بتكلم على الافلام طبعا، بتكلم على بيوت حقيقيه اطفال بنشوف ورا في الجروب، عرفوا ديكور عاديه، هل الاحتياج لمصمم ديكور للمنازل بره اقل من مصر؟ لا الموضوع مش بره ولا جوه، الفكره كلها ان الناس بيبقى عندها بادجت معينه هي بتحاول تتحرك فيها، فاحيانا بيزكوا، ولما الموضوع بيبقى مش واو بيشتغل في اتجاه بسيط جدا قادر انه يعمله، فهتلاقي ان الاغلب يا اما بيبقى فيها بريك في الامريكان ستايل مثلا اللي هو الاندستريال، وبيختار فرنتشر اوريدي جاهز موجود في السوق، مش بيصمم حاجه، هو بيقرر يفرش البيت، او هما اوريدي بيدخلوا على بيوت بنسبه كبيره بتكون اصلا البلانز بتاعتها محلوله، لكن ان هو يحل بلانز الفراغات ده ما بيحصلش ابدا اساسا. الفرق ان المصري ككلاينت اكثر كسلا، فبيبقى شايف ان هو مش محتاج يعمل البروسس دي، وان هو كمان اذكى شخص في العالم فهو يقدر يعمل دي، وان المهندس ملوش لازمه او الديزاينر ملوش لازمه. يا ريت حضرتك تكلمنا اكثر عن المعالجات البيئيه في التصميم الداخلي، يعني ايه الماتيريالز والتكنيك؟ اتكلمنا عن السؤال ده في المحاضره اللي فاتت. لو ممكن مرتين كمان،
فممكن نتكلم اكثر عن الاستدامه في العماره الداخليه والليد وصوتها. دي نفس المحاضره الطويله ل3 ساعات، والله هحاول لو فعلا الوقت سمح هنقدر نعملها ان شاء الله. اي ايه اهم الحاجات اللي لازم تكون في البورتفوليو والسي في عموما، وبالذات لو حد عايز يسافر بره؟ هنزود على اللي قلناه من شويه، ان هو يكون مكتوب بلغه لغه البلد اللي عايز ابعتها، او على الاقل انترناشونال لانجويج اللي هي الانجليزي، ويكون مكتوب كويس ببساطه من غير فلسفه و فرد عضلات. لو في امكانيه يكون في امثله للبورتفوليوز والتعليق عليها، ايه الحلو والمميز وايه لا؟ يعني انا ما افضلش ان انا اتكلم على بورتفوليوز جات لي، لانه في الاخر قد يصل لصاحبها الفيديو قد يكون تعليقي النيجاتيف بالنسبه له حاجه، مش قصدي النيجاتيف ان انا هعيب عليه، بس ان انا اكون بصنف ان ده ممكن يكون افضل من ده او ده او ده يسيء اليه، فانا ما افضلش اعمل ده. لكن لو دخلت على الانترنت ايفن على جوجل وكتبت ان انت عايز architectural design portfolio PDF، هتلاقي في ناس كتيره عامله ده وحاطينها على ويب سايت، وثرو ده تقدر تكومبير وتعلي الستاندرد برضو بتاعت عينيك. لو في حيطه معرضه لرطوبه كبيره نتيجه البيئه المحيطه مش الداخليه بسبب تشققات في الدهانات المقاومه للرطوبه، ايه ممكن يكون حلها؟ وشكرا جدا لحضرتك. اولا لو المشكله ان في مصدر ميه اوريدي بيعمل ده، فانت لازم تحل المشكله، يا تقفل مصدر الرطوبه اللي جاي لك ده، او الى جانب ان انت بتعالج بتعزل من بره عشان تمنع التسريب انه يحصل. دي نمره واحد. نمره اثنين، بنبدا نعالج الحيطه دي اللي هي مبدئيا بتتقشر وبتبقى تجف تماما، وبلاش نستعجل نستخدم البشبوري عشان المباني ما تفرقعش بعد كده على اللونج ران. ثم تبدا تاخد ماتيريالز زي السيكا او الايدي بوند، وبتطهر كويس جدا تاني، وبترجع تتفنش. في بينتنجز دلوقتي معموله كمان ووتر بروف. ازاي اذاكر فرنتشر وول بيبر ديزاين؟ فرنتشر ادخل اي ويب سايت زي هاوس زي او ادخل على كاري مثلا كي اي ار اي، ده متخصص في الفرنتشر. ادخل على ناس بتصنع. لو بتتكلم على الاتجاهات التصميميه، فهي نفس الريسيرش اللي بعمله على المينيماليستيك في الانتيريور ديزاين ستايل هعمله على المينيماليستيك فرنتشر. الميد سنتري ديزاين هعمله انتيريور ديزاين هعمله على الفرنتشر وهكذا. طيب احنا كده تقريبا ردينا على الاسئله اللي اتبعتت كلها، مش تقريبا يعني اكشلي احنا ردينا على الاسئله اللي اتبعتت كلها. هل في اسئله تانية يا محمد؟ هو وصل 7 أسئلة جداد بس على اللينك، فممكن نبص عليهم. اوكي طيب، انا بس عندي مشكله ان انا تليفوني بقى 5% بطاريه، فانا هستاذنك احتاج اوصل باور بانك، فهقفل الكاميرا عشان خاطر التليفون هضطر اغير البوزيشن بتاعه، فهجاوب بس تمام فويس لو امكن. اوكي تمام شكرا جزيلا، اتفضل يا محمد انا معاك. إيه طيب، السؤال الأول بيقول ممكن حضرتك تتكلم عن الماتيريال وأنواعها وإزاي تخدم التصميم بتاعي وأختارها إزاي؟ طيب في اول محاضره احنا اتكلمنا مبدئيا على الماتيريالز، بس هنقول ده تاني انواع الماتيريالز. خلينا الاول نربطها بالبنود، بمعنى انا عندي بند مباني، فهو انا عندي طوب بانواعه، بند محاره، اسمنت، ورمل، وبعض السلطات خط ضخ حسب المناخ اللي انا فيه وطبيعه اللي انا بشتغله، يعني في حمامات غير في جاكوزي غير في حمام السباحه غير في حيطه بتاعت اوضه عاديه. عندي بند اسمه ارضيات فيها فرايتيز كتير، في سيراميك، في بورسلان، في بلاط هاند ميد، في بلاط موزايك عادي وبنحط في اتش بي اف، عندي باركيه من اول سبعات في ثمانيات بانواعه بقى، عندي الواح بيبقى اطوال، عندي سبعات في ثمانيات في مقاسات كبيره، كل ده انواع خشب بقى على حسب، من اول موسكي زان ار وموجنا زي ما انا عايز. عندي رخام ده بيشتغل الارضيات، عندنا الكونكريت بقينا دلوقتي في سبيسز بيتصب فيها كونكريت ماتيريال، ممكن يبقى عندي ايه تاني وهكذا. طيب عندي تجاليد حوائط، ممكن تكون خشب، ممكن تكون بي في سي، ممكن تكون اليكو بوند، ممكن تكون نحاس، ممكن تكون ستانلس، زي ما انا عايز. في الاخر هي عباره عن ايه؟ عباره عن تجليد، فالتجليد ده عباره عن مسطحات، فهو في الاخر الواح. فاي ماتيريال بتتباع لوح اعرف انسب طريقه ترتيب ليها ايه، ولو انا عاجبني التكتشر بتاعها بستخدمها. طيب عندي اسقف، فالاسقف فيه
حسب الديزاين، فانا ممكن عندي سقف فلات اندستريال كونكريت، عايزه على الكونكريت خلاص اشتغل على الخرسانه الموجوده في الاستيت على طول، نضفها بس لو فيها اي زوايد او اي حاجات في الصبه يعني فيها مشكله، وابدا اديها السيلر والكينيتون والعوازل بتاعتها، واديها البينت النهائي اللي انت عايز تديه لها، سواء اللون بتاعها وعايز تبقى زي ما هي، او انا عايز اعمل جبسون بورد في السقف، خلاص هتشتغل بالجبسون بورد. الجبسون بورد في من الشركات اللي موجوده في مصر، في الالماني كناوف، وفي التركي، وفي اعتقد في مصري كمان. لا انا عايز اشتغل السقف كلاسيكي، في فورم للكرانيش وسرر في السقف وكوابيل واعمده والكلام ده كله، شركه فيوتك طرحه ده، او ممكن تشتغل ده بالجبس. الالومنيوم في قطاعات من اول القطاعات القديمه خالص لحد الجامبو والتكنا تكنل وكذا حاجه يعني، لحد كمان المستورد. عندي الفرنتشر، فهو في الاخر في العلب زي المطابخ او الدريسنج او الكلام ده كله، دي بتبقى الواح من اول الكونتر للام دي اف، احيانا بينفع يشتغل بالام دي اف واحيانا لا، عشان خاطر كانت السيريال بتلف بعد فتره بيبدا يقوت يعني، وما بيتحملش الشير، انا اسف ما بيتحملش كومبريشن. عندي لو انا هشتغل حاجات زي الكنب او الترابيزات المسيف، ده بيبقى خشب مسيف يعني خشب طبيعي زي الموسكي برضو او الارو او المجنة او الزان او العزيزي او انواع كتير جدا. الاقمشه عندك انواع كتير من اول البفته لحد القطيفه، في قماش بيدي تكتشر جلد، في قماش بيدخل فيه بيوصل للاوبيسون اللي هو الفرنساوي اللي فيه حاجات هاند ميد وهكذا بدرجاته وكتان، يعني في انواع قماش كتير جدا. الجلود في منها انواع من اول الرو البقري مثلا او الرو الاسود او الغامق او الحاجات دي كلها، لحد المهندم المصنع بطريقه لطيفه جدا والطبيعي والصلاه. ففي الاخر انت عندك فرايتيز كتيره جدا في الماتيريال، كل طبعا ما بتنزل وبتلف وبتروح اماكن تتفرج على المشاريع بيجي لك افكار او بتكتشف ان في ماتيريال دي يمكن انت ما كنتش حاططها في اعتبارك موجوده وبتضاف لللايبراري البصريه اللي عندك وهكذا. تمام. في حد بيقول ايه هو الكونسبت الفلسفي سواء في العمارة او التصميم الداخلي؟ شرحنا الكلام ده في محاضرة كاملة المرة اللي فاتت، فهستأذنك نبص على المحاضرة دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بعد ما تبص على المحاضرة وتسمع الإجابة دي ابقى اسمعها تاني بعد ما تبص على المحاضرة، إنه ببساطة شديدة معنى كلمة فلسفة أصلا هي لوجيك أو توجه أو منهجية بفكر بيها. المنهجية دي قد تكون ذات بعد فني، قد تكون ذات بعد فني بتوصيل رسالة سياسية، رسالة أيديولوجية، تعبير عن حدث ما حصل، وفي الآخر توجه للموضوع كله. مش لازم، وللأسف ده بيوصل لسبب بسبب مدعين كتير إن الفلسفة دي حاجة معقدة جدا وأصل أنت مش هتعرف تفهمها عشان أنا كان عندي فلسفة في التصميم. في الآخر الموضوع بينفع مهما كان جواك خناقات كتير، هو بيخرج في صورة مبسطة تماما يقراها المستخدم، الا لو انت عايز تعبر فعلا عن ازمه ضخمه جدا فيبقى العمل بتاعك بيعبر عن الازمه بس. طيب هو في طلب سريعا، ممكن حضرتك تعيد بس الاسامي المواقع اللي حضرتك قلتها والكورسات؟ طيب هقولها تاني بالراحه، وممكن هبقى ابعتها لك يا محمد على الواتساب تنزلوها على الجروب. تمام. archdaily.com floornature.com archetizer.com design اعتقد .com والكورسز دوميستيكا وماستر كلاس. طبعا لو في غلط في .com او .net هبعتهم لك مكتوبين ان شاء الله. تمام. حد يقول الميل اللي حضرتك بتستقبله عليه الداتا الخاصة بالتدريب او كده؟
طب دروبوس ات ويندوز لايف دوت كوم، اي حد بيبعت على البيج بنبعته له على طول. تمام. في حد بيقول انا طالب في هندسه قسم عماره ومطلوب في شغل، لكن بشرط يكون معايا شهاده للانتريور ديزاين او اني واخد كورس او حاجه معتمده، فممكن حضرتك تقول مكان دبلومه او كورس ممكن يتاخد؟ كارير جيت في مصر بيدي شهاده معتمده، واعتقد هو عامل توأمه لطيفه. والله انا لا ما ليش علاقه بكارير جيت خالص، ولا بدرس فيها معاه، ولا لاقي اي استفاده منه، ولا اونر. يعني الفكره كلها انه انا كانت علاقتي بيهم ثرو الفاشن ديزايننج، ان انا اشتغلت مع ناس كانت بتدرس في فاشن ديزاين، كان الكواليتي بتاعتهم كويسه، وبعدين شفت الكورسات بتاعتهم في الانتيريور ديزاين، وسام هاو كده كان البرودكت اللي بيطلع لطيف. شفته على الويب سايت حتى، يعني تقدر تدخل على الويب سايت بتاعتهم تشوف ده. ده في مكان تاني انا اسف انا افتكرته دلوقتي اسمه كايرو ديزاين ديستريكت، اعتقد هو في اكتوبر، انا اسف والله انا ذاكرتي ضعيفه. اعتقد في برضه كورسز انتيريور لطيف، برضه من حقك تدخل على المكان قبل ما تروح تقدم فيه، تدخل على الويب سايت تشوف الكورس بتاعه بيقول ايه، ولو مش موجود حاجه على الويب سايت فيها ديتيلز تبعت لهم على السوشيال ميديا حتى، بتقول له بعد اذنك انا محتاج منك تفاصيل الكورس بتاعتك، عدد الساعات والكوريكولم اللي هدرسه. طيب، هو إن مصمم يختار مدرسة تصميم أو فلسفة معينة، ده بيجي إنه بيقرأ المدارس وبعدين بيختار اللي بيميل ليه، ولا الاختيار بيتم إزاي أو بناء على إيه؟ ينفع اتعلم ينفع اسوق عربيه من غير ما اروح اتعلم سواقه واعرف ان في حاجه اسمها بنزين وحاجه اسمها فرامل وحاجه اسمها دبرياج وحاجه اسمها دركسيون؟ طيب ما ينفعش. طب ينفع ابقى بسوق عربيات اللي فيها برضو بنزين ودبرياج وفرامل ودركسيون، واقرر برضو ان انا بما اني بقيت عارف ان انا اسوق عربيه فاروح اسوق موتوسيكل؟ ده كونسبت، ده كونسبت تاني خالص. يعني في الاخر انا لازم عشان اقدر احدد السؤال اروح ادرسهم عشان اعرف هم ايه، عشان اعرف ازاي ابقى بحققه او شغال في التحقيق. والفكره مش ان انا اخد شكل الموضوع بيطلع كده وخلاص، ما انا لو فهمته هقدر اعرف هو بيطلع ليه كده، فهقدر احققه في اي سبيس بعد كده. لكن اخد صوره للديزاين ده او الاتجاه ده اقيفها على السبيس عندي هيطلع نفس سيء جدا. طيب، في سؤال، أنا لسه متخرجة وجالي شغل مطلوب فيه يبقى عندي معلومات كافية في الوركينج أكتر من الديزاين، وأنا مش شاطرة قوي في الوركينج، وده مخلي عندي خوف إن أنا معرفش أعمل الشغل المطلوب مني، هل أجازف وأنزل الشغل ده ومع طيب الوقت هتعلم فيه الشغل وهيبقى عندي خبرة أكتر، ولا أستنى وأمر نفسي أكتر لحد ما يبقى عندي خبرة؟ طيب ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لو انت نزلت الشغل ده بما ان انت ما اترفضتيش، انت اتقال لك يفضل يبقى عندك اكسبيرينس في الوركينج، فايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لو انت نزلت؟ هتيجي بعد شهر شهرين هيقولوا لك احنا اسفين محتاجين حد مور كواليفايد، خلاص انت قعدتي شهرين اتعلمتي وخدتي التجربه وكسرتي الخوف. ببساطه شديده حاجه بره الموضوع خالص، انا بحب البسكلات جدا وعندي بايك بتحرك بيها. اول ما بدات اتعلم من سنين كنت خايف جدا اعمل حادث، جدا مرعوب اعمل حادث، بالذات ان كله المستكلي وهتتقلب بيه ومش عارف ايه. اكشلي اول ما عملت الحادثه انا مش خايف، خلاص ما هو اللي انا خايف منه حصل، انا هخاف ليه؟ ما انزل واجرب، هيقولوا لي شكرا هيرفدوني. باي ذا واي انا اترفدت على فكره مره في حياتي، والله العظيم ثلاثة، والله والله على ما اقول شهيد، وكنت مظلوم مش مهم ايه السبب يعني، بس انا اترفدت، اتعرضت للكيس بتاع الرفض ساعتها، كنت زعلان جدا جدا جدا، كرامتي كانت ناقحه عليا عبيط يعني. وهقول عبيط ليه؟ بعد شهرين او 3 شهور رجعوا كلموني تاني. ف الفكره واشتغلت باي ذا واي معاهم وكملت شغل، انا مقتنع ان الشغل والبيزنس حاجه والعواطف حاجه تانيه. بس هي الفكره في الاخر انه عادي يعني، ما نترفض، ما نخسر، ما نقفل مكتبنا ونرجع نفتحه من اول وجديد، ما يحصل اللي يحصل. هو احنا ليه هنفضل دايما قاعدين على الشط خايفين ننط في الميه؟ ما تعيشوا يا جماعه الحياه بالمشاكل اللي فيها بالكويس اللي فيها، وجربوا من هنا هتاخدوا الاكسبيرينس بتاعتكم، ويتنصب عليكم من كلاينتس وبروجكت تبوظ وترجعوا تصلحوها وتخسروا فلوس، هو ده اللي هيشكل في الاخر انك تبقى شخص عندك اكسبيرينس، عندك خبره. الخبره ما بتتكونش ابدا على فكره من ان انت ماشي عمال تطلع كل حاجه زي الفل، لازم تتعرض لكرايسيس تحلها، هي دي اللي هتديك اكسبيرينس فعلا. فجربي، لا جربي، وفي نفس الوقت ما تنطيش يعني كده بجسوميه، ممكن ببساطه اروح اسال حد اكبر مني، معيد او معيده كانت عندي في الكليه علاقتي بيها كويسه، حد من قرايبي، حد من معارفي، يقعد معايا قعدتين ثلاثه بس يشرح لي الموضوع بيتعامل ازاي، ويبعت لي اكزامبلز ببساطه.
هعمل لوحة مباني، أدور على لوحة مباني أو أطلب من حد، وما شاء الله يعني ما فيش أكتر من كاد لايبريز اللي موجودة، بس يفضل إن إحنا ما ناخدهاش كوبي بيست، نفهم ونعمل إحنا اللوحة بتاعتنا، وما ناخدش من ريفرنس واحد، ناخد من كذا ريفرنس، عشان ممكن أصلا قاعدة أنا آسف هقولها، كان دايما بيجي لنا الناس بكالوريوس ضارب مشروعه من مشروع طالب قبله، وهو عشان الطالب ده مثلا جاب امتياز فهو بيقلده، او من واحد حتى ما جابش امتياز، فهل ينفع ان الريفرنس بتاعي يكون طالب زيه زيي؟ طب ما اروح اشوف الناس اللي نفذت مشاريع في الحقيقه بالظبط، موارد الطالب ده مش فاهم حاجه، موارد ان هو انا ما اعرفش هو جاب كام في الدرجه النهائيه، هو في الاخر واحد اكبر مني بسنه واقف بينظر عليا وبيقول ان هو افضل وخلاص، فلا اروح اقارن باللي حواليا، فممكن اخد سورسز وركينج جوينت وتكنيكال جوينت من كذا حد، واشوف هنا بيحصل ايه وهنا بيحصل ايه وهنا بيحصل ايه، افهم ثم اطبق بس. تمام. هو في حد بيسأل هنا على زوم بيقول، هو سؤال بعيد شوية عن المجال، بس لو أنا مجالي انتريور ديزاين وبحب المجال ده وبحب الفاشون ديزاين جدا وتعلمت فيه مع نفسي وبشتغل فيه، وأنا هتخرج الترم ده ومش عارفة أوازن بين المجالين أعمل إيه، ولو عايز أخد شهادة معتمدة في الفاشون ممكن أدرس فين؟ طيب مبدئيا كان في جمله كده في فيلم لطيف، ما اعرفش انتوا تعرفوه ولا، اسمه ايس كريم في جليم، كان بيقول بيعي جاتوه بيعي بطاطا بس غني، انت عايزه تدرسي، انت عايزه تشتغلي انتيرير ديزاين فاشن ديزاين وتصوري وتتعلمي لاتين دانس وتتعلمي سباحه، اعملي كل اللي انت عايزاه في حياتك وجربي، بتجربي حاجات مع نفسك، اتس اوكي ان انت تذاكري فاشن هيستوري في البيت مع نفسك، مفيش مشكله خالص، ده تاريخ، ذاكري نظرياته اتس اوكي مفيش مشكله خالص، تشوفي المدارس والاتجاهات بتاعته برضه في البيت اتس اوكي، بس لازم تروحي تدرسي على الاقل الباترن، ازاي تطلعي باترون، ازاي تاخدي مقاسات وتجربي ده في الحقيقه، والمقاسات مش ان انا اطلع اي مقاسات بمزاجي، عندي مقاسات محدده بنشتغل عليها، مثلا في دورانات بناخدها، دورانات الباس اللي هو السد، الويست اللي هو الوسط، الهيب اللي هو الهيب يعني بيدوروا عليها، الرجلين، انا عند الفخذ نفسه، الرجلين من تحت، عندي الاطوال، اطوال الجسم من الكتف لحد الويست، من الكتف لحد الهيب، من الكتف لحد الركبه، من الكتف لحد الرجل، وهكذا، طوال الدراع، دي كلها مقاسات لازم اعرف بتتاخد ازاي، في فيجر اوريدي بيبقى ليه تمبلت موجود، واعرف ازاي اعمل باترون، واعرف ازاي اعمل فيتنج، هي بروسس زي اي بروسس ديزاين، فيفضل اروح ادرسها. اي حاجه بقى للي اروح ادرسها، في حاجات تنفع ادرسها اونلاين، في حاجات لازم اكون 1 تو 1 مع الانستراكتور. في مصر ممكن ادرس فين؟ انا اشتغلت برضو يعني، دي كانت تجربه بقى اللي انا جربتها بنفسي، دي كانت تو كارير جيت، والله العظيم ما بعملهم اعلانات، في برضه في مصر كذا فاشن ديزاينر شاطرين بيعملوا كورسز انستراكتورز، وهحاول يعني لو كان في وقت ان انا اعمل سيرش كده واشوف مين منهم لسه متاح يدي كورسز او حاجات زي كده، في اسامي محدده متخصصين في حاجات زي هشام هلال ده متخصص في الدريبنج، في حد اعرفه اسمه محمد رادي جبريل بيدي برضه ديزاين وباترون، في كذا حد يعني، في ناس بتشتغل انديفيديوال، في ناس بتشتغل في اماكن وهكذا، في بلال اشرف ده حد شاطر برضو جدا في الديزاين والالستريشن، واعتقد كمان سام هاو في الباترون، يعني اللي انا متاكد منه ان هو في الديزاين في الحته دي. طيب محمد أخيرا آخر حاجة معانا بيقول، معلش يا باشمهندس بس أنا لسه مش فاهم الفرق بين الكونسبت في تصميم الفراغ وما بين الاتجاه التصميمي، لأن في الكلية اتعلمنا إن الكونسبت إننا بنجيب شكل معين ونبدأ نجرده وبعد كده نطلع منه خطوط، والخطوط دي بنعمل بيها التصميم والطريقة والتوزيع، بينما في تصميم كلاسيك مثلا بيكون التوزيع للفرش نمطي بس الطراز باين في تصميم الحوائط والفرش. وشكرا جدا طيب على لا خالص ما فيش اي مشكله، هنعيد تاني عادي جدا. طيب الديزاين بروسيس عندي، وهستاذنك نبص على اول ليكتشر ومع الكلام ده تاني. الديزاين بروسيس هي عباره عن ان انا بقابل عميل، باخد منه بريف، بشوف شكل المكان عامل ازاي، حوالين المكان عامل ازاي، بيطلع لي مبدئيا افكار،
افكار عامه مجرده تماما، بسيطه جدا، مبسطه يعني، مش مكلكعه خالص، ومش مش داخله في الديتيلز، ولا ليها علاقه بالمقاسات، ولا ليها علاقه باي حاجه. فكره عامه. الفكره العامه دي بتقول لي مثلا ترو، لما انا شفت السبيس، انا عندي الحته دي في فيو جنينه لطيف جدا، الحوائط دي كلها ممكن تبقى ازاز. دي فكره عامه ملهاش علاقه بالستايل ولا او الاتجاه او الستيل او ايا كان من دول خالص. فكره عامه. انا والله عندي هنا دبل هايت، فانا محتاج اشوف حاجه تعبر لي عن الارتفاع ده كله، دبل هايت في الارتفاع. انا والله عندي هنا كورت يارد طالع لي جوه المشروع، فانا ممكن ازاي اقدر استفيد منه واحل حواليه البيت. دي افكار عامه. ذن عشان نربط برضو بباقي المحاضرات، لان في ناس اتكلمت في الحته دي فما دخلتش فيها لانه خلاص يعني اوريدي اتقالت وقالوها، مشكورين كويس جدا. ممكن ابدا اعمل مود بورد. مود بورد فيها الحاله العامه، نيتشر، وورم، كومفي، صور عامه. ممكن اروح استعين بارت وورد، احط باليت الوان. كل ده انا ما دخلتش في الاتجاه او في الستايل، لان انا كل اللي انا قلته ده ينفع اعمله وانا بشتغل كلاسيك، ينفع. هي محددات لها علاقه بالحاله العامه للتصميم كوظيفه. انا بتكلم هنا في الانتيريور تحديدا. ثم بدات اختار الثيمه بتاعتي اللي لها علاقه بباليت الالوان والخامات اللي مبدئيه اللي ممكن اشتغل بيها. ثم ابدا اقرر انسب اتجاه تصميمي هشتغل فيه ايه، وده تقريبا 70% معتمد على الكلاينت، مش معتمد عليك انت اصلا. ده مش قرارك لوحدك، هو بيفضل يتحرك في ايه. لو هو سابها لك انت شوف ايه الانسب، وابعد عن فكره الايجو بتاع انا المره دي عايز اعمل كلاس، لا شوف ايه الانسب فعلا للمشروع. فده الفرق ببساطه شديده جدا. تمام. هو احنا بقى اخر سؤال، زي ما حضرتك قلت لي فكرك بالكتب، فهو حابب. تمام. هو السؤال بقى بيقول هل في كتب او مراجعة اقراها ممكن تفيدني اكتر في ان انا اعرف اصمم وفي نفس الوقت ابقى عندي خلفية عن التنفيذ؟ ترشيحات الكتب بقى اللي حضرتك قلت عليها لو ممكن. خلفية التنفيذ دي ما ينفعش خالص تاخدها نظر يا جماعة. هاخد هذاكر ماتيريالز، هذاكر فيديوهات بتقول بتتنفذ ازاي، بس انا لازم انزل اطبق واشوفها بعيني. والله لما بتشوف بعينك الموضوع مختلف تماما. ايام الكلية مثلا في سنة من السنين درس لنا دكتور مادة رسومات تنفيذية، طلع مننا لوح وقطاعات عظيمة جدا، بس انا لما نفذت الموضوع اختلف تماما. لما بتشوف الماتيريال وشكلها والتكتشر وبتتعالج ازاي، بتخش زي الخشب مثلا، بيخش الاول مثلا على منشار يتقص، وبعدين يخش بعد كده على مكنه سخانه ومكنه اسمها ربو. كل دي مراحل انت بتبدا تستوعبها في الحقيقه. بالنسبه للديزاين تاني، للنورمز بتاعت الديزاين اللي بتقول الفراغات بتتحل ازاي، ومقاسات الفراغات ومقاسات الفرنتشر بتاعتها والكلام ده كله، في تايم سيفر وفي نايف. بالنسبه لبعض الكتب سوري مش يعني الحديثه شويه، في كتاب اسمه ليف بيوتيفول، دي الكاتبه بتاع ده اصدار 2020، اسمها اثينا كالديرون. في كتاب اسمه هوم بادي، A Guide to Creating Spaces You Never Want to Leave، الكاتبه اسمها جوانا جانيس 2018. في كتاب اسمه هابيتات، The Field Guide to Decorating 2015، لورين ليس. في كتاب اسمه Elements of Style Designing a Home and a Life 2014، إيرين جيتس. في كتاب اسمه The Interior Design Reference and Specification Book Everything Interior Designers Need to Know Every Day 2013 أنا آسف، ميمي لاف. في كتاب اسمه The Interior Design Handbook، فريدا كاتبة اسمها فريدا رامست 2020. وآخر حاجة Down to Earth Laid Back Interiors for Modern Living 2019، لورين ليس. دول مبدئيا كده شوية كتب عملت شوية سيرش عليهم ولقيت فيهم حاجات لطيفة. شكرا باشمهندس محمود على المحاضرة الرائعة والمعلومات المفيدة جدا بصراحة، وإن شاء الله ما هنقابل حضرتك في لقاءات قادمة.
ان شاء الله باذن الله انا بشكركم، واتمنى ان المحاضره كانت برضو مفيده وليها لازمه. بعتذر لو كنت تنشن النهارده شويه، انا ما نمتش بقالي يومين، وده جزء من اللايف ستايل ان شاء الله ديزاينر اللي هيشوف المستقبل. يعني مش عايز اظلمها لكم، بس يعني احنا شغلتنا مرهقه جدا يا جماعه، بس ربنا يوفقكم وان شاء الله تبقى محاضره كانت كويسه ودمها خفيف ومش غلسه خالص. شكرا لحضرتك. لا، أنا بشكركم جدا.